من لا من امس باليوم القلم نشف من كثر ما يكتب. صدق؟ إيه. خلنا نشوف بطاقه المباراه ونرجع بنشوفها. ايه يلا. يلا طبعا بطاقه المباراه السد والعربي اخر مباراه من الجوله الثانيه دوري نجوم كيو ام بي استاذ جاسم بن حمد الساعه 47 دقيقه. كابتن خالد مباراه الديربي ما فيها اي معايير، ايش رايك انت؟ انا اتفق معك لما تقول سد وعربي تنسى كل شيء. بالضبط، نديه اداره إيه، تنسى كل شيء، تحط سد وعربي. سد العربي من نتكلم عنه؟ نتكلم عن سد عربي مال الثمانينات. صحيح. اي مكان تحزين ما تكلم عن فريق مثل العربي الان غايب عن البطولات 25 24 سنه غايب عن البطولات. السد هو السد بمن حضر. بالضبط. لهذا الاساس هو بطل والعربي بمن حضر. بس المستوى الفني احنا نتكلم عن الان المستوى بشكل عام كمستوى فني، فريق كبير بقيمه العربي دائما منافس قوي لنادي السد يقيب لمده 24 سنه عن البطولات، لها تاثير كبير حتى على اجيال المحبه للنادي العربي. بالضبط. كذلك هذا وضع طبيعي والجميع يعرفه، حتى نادي العربي هذا مش مكابره فيه. نرجع نتكلم كابتن خالد، خلنا ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم ان شاء الله. إنها
شكرا للزملاء في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في ختام مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري نجوم كيو ام بي في هذا اللقاء المنتظر، وهنا في ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث يستضيف العربي او يحل ضيفا على نادي السد من خلال احداث هذه المواجهة هنا في هذا اللقاء وفي مباراة الديربي، مباراة التي يكثر عنها الحديث ويتحدث عنها الناس في كل مكان. حقيقة لا يمكن أن أن تنكر الأمر بالنسبة للديربي، نعم لم يعد كما كان في السابق، ولم تعد الناس تتحدث حتى عن الديربي كما كانت سابقا، لأن قبل المباراة بشهر والناس كلها تتكلم، قبل المباراة بأسبوعين والناس كلها تتوقع، قبل المباراة بأسبوع والناس كلها تتحدى بعض، العربي والسد التاريخ الكبير. هذا الكلام حتى منتصف تسعينياتي ونهايتي تسعينيات القرن الماضي حتى إلى بداية الألفية، لكن حقيقة يجب أن نعلم تماما بأن الوضعية لم تعد كذلك كما كانت في سنوات ماضية، والسبب بأن العربي غاب كثيرا عن المدرج، وغاب كثيرا عن منصة التتويج، وغاب كثيرا عن الحضور، وابتعد كثيرا عن أن يكون فريقا تنافسيا ما بين أندية بطولة الدوري القطري لكرة القدم خلال السنوات الماضية، واكتفى ما بين محاولة للبقاء وما بين ترك مكان له في منتصف جدول الترتيب. ليبقى السؤال مستمرا ولمدة 20 عاما، متى يعود العربي؟ العربي اليوم في مباراة هذا اللقاء بمشعود زراعي في حراسة المرمى، محمد سالم المال، إبراهيم أحمد، إبراهيم مصطفى عبدي، بالإضافة إلى ياسين يعقوب على مستوى خط الدفاع، في المنتصف متير، أحمد فتحي، عبد الله معرفي، محمد صلاح النيل، أمامهم دييغو جارديل والبرازيلي مايلسون اللاعب صاحب 24 سنة، في ظل غياب أيضا صاحب هدف في المباراة الماضية فرانكو أريزالا عن التشكيلة الأساسية بالنسبة للنادي العربي. وفي الجانب المقابل السد وسط بعض الغيابات الحاضرة على مستوى التشكيلة، غياب حارس المرمى الأساسي سعد الدوسري، غياب عبد الكريم حسن، بالإضافة إلى غياب المحترف الكوري يونغ وو يونغ، بالإضافة إلى غياب حسن الهيدوس. هذه الأسماء تغيب عن التشكيلة الأساسية بالنسبة لهذا المدرب جيسفالدو فيريرا البرتغالي الأكبر على مستوى بطولة الدوري، لكن بالأسماء اللي موجودة أيضا السد مرشح وبشكل كبير. يبدأ بمشعل برشم في حراسة المرمى، بيدرو، وعلام، إبراهيم ماجد، حامد إسماعيل، جابي، جابي، ياسر مبكر، علي أسد، أكرم عفيف، وبغداد بنجاح. هذه الأسماء التي تأتي في تشكيلة نادي السد من خلال مباراة اليوم، والعربي تنتظر مهمة انتحارية، مهمة كبيرة جدا، لقاء صعب في غاية الصعوبة، لقاء مر على العرباوية، ما يطيقون مواجهة السد خلال السنوات الماضية، ما يتحملون النتائج 4-1، 2-0، 3-1، 5-1 في الموسم قبل الماضي، 7-0، هكذا تأتي الأمور في لقاءات الفريقين. والعربي الذي غاب عن الانتصار خلال السنوات الخمس الماضية من خلال تاريخ مواجهات الفريقين، كرة تعود فيها المحاولة أو تصل سداوية، جافي يلعبها في الجهات اليسرى عن طريق اللاعب ياسر أبو بكر، يعود بالكرة والمحاولة الماضية إلى تشافي هرنانديز أمامية في منطقة الجزاء، راسية تأتي من علي أسد. علي أسد يمكن يكون أكثر لاعب في المباراة مع عبد الله معرفي، لكن اللقطة الماضية لعبها تشافي بشكل مميز جدا، وصلت على رأس علي وراسية إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى بالنسبة للنادي العربي في الدقائق الأولى منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة التي يقودها تحكيميا الحكم المونديالي عبد الرحمن الجاسم القادم من مونديال روسيا، بعد أن كان حكما للفيديو في أكثر من مواجهة هنالك قبل شهرين من الآن، الحكم المساعد الأول المونديالي الآخر أيضا
طالب المري، بينما الحكم المساعد الثاني المونديالي بإذن الله بإذن الله في المونديال القادم، والحديث عن الحكم سعود أحمد، وبينما يجلس ماجد الشمري حكما رابعا في مباراة اليوم، عبد الله العذبة إضافي أول ونايف قادري إضافي ثاني، بينما مراقب الحكام هو الدولي السابق السيد مولى حسين مراقب الحكام في منافسات بطولة الدوري من خلال هذا الموسم ومن خلال المواسم الماضية. لمن يكون الانتصار؟ لمن تكون الغلبة؟ ما في نسبة تفاؤل بالنسبة للعربي وجماهيره، هذه كلمة حق لازم تنقال. العرباوية مش متفائلين، مش لأن الفريق لا مو زين، لا، لأن الخصم هو السد، والسد مكتمل، والسد ضاربة في المباراة الأولى بقوة بقوة وبستة أهداف مقابل لا شيء، بينما العربي يدوب نجح في تجاوز الخور بهدف مقابل لا شيء خلال الجولة الأولى من منافسات هذه البطولة. لكن الآن الكفة متساوية والفريقين بثلاث نقاط، من يكسر الحاجز؟ من يصل؟ من يسجل؟ من يمتع؟ من يهز الشباك؟ هل ينجح العربي في العودة للانتصارات بعد غياب السنين بانتظار معرفة بقية التفاصيل بحول الله خلال الفترة القادمة من خلال أحداث هذه المواجهة؟ هذه كرة في اللقطة الماضية لكن أيضا تصل إلى حارس المرمى مسعود زراعي حارس مرمى نادي السد، بينما هنا المدرب البرتغالي جوزفايدو فيريرا المدرب الذي يجلس للموسم الرابع على التوالي حقق بطولة الدوري مع الزمالك، ويوم ما كان الزمالك بعيدا عن بطولة الدوري جاء هذا الرجل وحقق بطولة الدوري مع الزمالك وأعاده لمنصات التتويج بعد غياب السنين، ثم بعد ذلك جاء إلى نادي السد في موسم 2015-2016 واستمر في الموسم قبل الماضي والموسم الماضي، وهذا هو الموسم الرابع على التوالي بالنسبة للمدرب جوزفايدو فيريرا. الموسم الماضي بدأ بمسابقة بطولة السوبر ثم عجز بعد ذلك عن تحقيق أي لقب وترك كل البطولات لمصلحة تحيل، هذا الموسم يمني النفس بأن يستعيد بطولة الدوري المفقودة منذ أكثر من 4 سنوات. كرة فيها محاولة أمامية تأتي الآن، لمسة في اللقطة الماضية وبعدت الكرة، عادت سداوية في منتصف ملعب المباراة أمامية اللقطة الماضية، استلام يأتي عن طريق بوعلام ابن النادي العربي واليوم يواجه فريق السابق، وفي الجانب المقابل أيضا عندنا ابن النادي العربي حامد إسماعيل واليوم يواجه فريقه السابق. والله والله الأسماء التاريخية كثيرة ومن مثلوا الفريقين أيضا كثير حقيقة، لكن مسألة العاطفة باتجاه الفريق السابق دائما ما تغيب في مباريات الديربي. كرة بمحاولة بغداد يسدد الكرة الماضية لكنها وصلت إلى خارج أرضية الميدان، تحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى مسعود زراعي. هذا بغداد بنجح، ياهم سوي العجب، ياهم سوي العجب في المواسم الماضية مع نادي السد. يعني الموسم الماضي بغداد بنجاح مسجل في مرمى السد في القسم الأول وسجل في القسم الثاني أيضا، الموسم قبل الماضي سجل 5 في مباراة السباعية، وقبل ذلك أيضا سجل هدفين في مباراة 3-2. 9 أهداف لبغداد بنجاح ضد النادي العربي في 4 مباريات، 9 في 4 مباريات، شيء غير معقول غير معقول. هل يتمكن دفاع النادي العربي في مباراة اليوم من إيقاف اللاعب بغداد بنجاح من مسألة التسجيل في مباراته ضد النادي العربي، أم أن لبغداد كلمته المعتادة؟ والحديث سيكون بشكل كبير على الثنائي العراقي أحمد إبراهيم ومن يلعب بجواره، والحديث عن الوافد الجديد مصطفى عبدي. كرة لمصلحة النادي العربي الآن، لمسة في الجهة اليمنى، ياسين يعقوب يلعب الكرة والمحاولة الماضية عودة إلى المدافع العراقي الدولي صاحب 26 سنة اللاعب القادم من منافسات بطولة الدوري السعودي مع نادي الاتفاق أحمد إبراهيم، أحد الانتدابات الجديدة بالنسبة للنادي العربي. يلعب الكرة الماضية أمامية طالت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى رمي التماس عن طريق اللاعب حامد إسماعيل. قلت حامد وبيدرو 2 من الأسماء التي لعبت للفريقين خلال السنوات الماضية، عبد الناصر العبيدلي، أحمد خليل،
طلال البلوشي، خلفان ابراهيم، جاسر يحيى، مهند نعيم، ناصر نبيل، بو علام، عزة جدوع، هذه كلها اسماء لعبت للفريقين، هذه كلها اسماء ارتدت قميص الفريقين، لكن تبقى الظاهره الاكبر والجدل الاكبر في مسألة انتقال لاعب عرباوي إلى السد أو العكس، حدثت عند انتقال اللاعب أحمد خليل. هذه السالفة لين يومك العرباوية يطرونها، لين يومك، والحديث مستمر عنها. والسداوية كسبوا في ذلك التوقيت حارس مرمى مميز جدا، بل كان الأميز على مستوى المنطقة وعلى مستوى دولة قطر. والحديث عن أحمد خليل، أحد أبرز الأسماء إن لم يكن أبرزها على الإطلاق ممن ارتدت قميص الفريقين. كرة بمحاولة، محاولة للزعيم، سداوية عن طريق أكرم، التقدم يأتي، والكرة بعد ذلك في أحضان حارس المرمى مسعود زراعي، يسيطر على كورته بالشكل المطلوب. السد يبدأ يبغي الديربي شرارة بس عشان يولع، يبغي شرارة بس عشان يولع. من يأتي بالشرارة في هذا اللقاء؟ كرة لمصلحة النادي العربي، محاولة ملعوبة، عبد الرحمن الجاسم يشير من خلالها باستمرارية اللعب، تصل الكرة في منطقة الجزاء. مشعل برشم يطير وكأنه يتخيل في باله بأنه معتز نجم الوثب العالي في كرة في الرياضة العالمية في اللقطة الماضية، يتصدى لكرة البرازيلي جارديل. مشعل برشم في المكان المناسب، هو شقيق معتز برشم، أخوه نجم عالمي، نجم كبير، نجم على مستوى العالم، وحقيقة رجل يستحق بأن يجعل من نفسه مفخرة، وهو فخر لكل الرياضيين القطريين، واحد من نجوم العالم في ألعاب القوى، والنجم الأول الآن على سلم ترتيبي الوثب العالي. والحديث عن معتز برشم صاحب فضية بطولة دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو، وقبل ذلك أيضا حقق ميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية في لندن، عقبال الذهب إن شاء الله في البطولة القادمة ودورة الألعاب الأولمبية القادمة في باريس. كرة بمحاولة الآن، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. الكرة بعد ذلك من اللاعب اليمني مدير عبد ربو، والرجل الذي يلعب في صفوف النادي العربي، مستغلا قرار الاتحاد القطري لكرة القدم بالسماح للاعبين اليمنيين باللعب كلاعبين مواطنين هنا في بطولة الدوري. هذا مدير عبد ربو يلعب اليوم ويظهر أساسيا هو أيضا، ويتواجد هنالك لاعبين آخرين في تشكيلة أو في صفوف الأندية الحاضرة في منافسات دوري نجوم كيو أم بي. مشعل برشم في المرمى، خطأ لمصلحة العربي على تنفيذ دييغو جارديل، المحاولة لمصلحة العرباوية الآن. هذا البرازيلي صاحب 28 سنة، المحترف الوحيد المستمر من الموسم الماضي، يلعب كرة في منطقة الجزاء، لكن تغطية وإبعاد لا زالت مستمرة. جوله راسية من مدير، ركز يا مدير، هذه الكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية. لا والله، أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم هو اللي لعب الكرة الرأسية الماضية، لكنها علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى لمصلحة الزعيم السداوي. لا 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 لا، العرباوية أبدا ما هم قليلين شر، لا 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 لا، من يعتقد ذلك فهو مخطئ. العربي في مباراة اليوم بوضعية جيدة إلى الآن، والحديث عن 13 دقيقة مرت منذ بداية شوط المباراة الأول. الديربي ينذر بالكثير، والعربي لن يرمي المنديل بانتظار بقية التفاصيل في هذا اللقاء الكبير ما بين الفريقين. محاولة أمامية ملعوبة، تغطية دفاعية في اللقطة الماضية، ومدير عبد ربه يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت بعد ذلك إلى رمي التماس لمصلحة نادي السد. ذكرت بأن اللقاءات في السنوات الماضية تميل وبشكل كبير لمصلحة الزعيم السداوي في تاريخ المواجهات التي تجمع ما بين الفريقين. هنا يبدأ من خلالها محاولة أخرى، أبعدت اللقطة الماضية، وصلت بعد ذلك في منتصف ملعب النادي العربي. أحمد إبراهيم لاعب بجودة عالية حقيقة، مدافع بجودة عالية، أنا أعتقد بأن قرار الاستعانة بخدماته مكان مواطن السعد ناطق كان قرارا موفقا من إدارة النادي العربي. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة،
بالنيران الصديقة، بالنيران الصديقة، وأنا سب بنفسي بنفسي في اللقطة الماضية. مصطفى عدي يا رجل، هذه لو كانت في الجانب المقابل لما ارتقى، لما طار، لما سجل بهذه الكيفية. يا مصطفى، مصطفى يا مصطفى، يسجل فيها على طريقة الكبار، على طريقة المهاجمين الكبار، يطير ويسجل في مرمى فريقه عن طريق الخطأ كما حدث في سيناريو المباراة الماضية. والحذر يا عرباوية، لأن مدافع الخور هو اللي سبب المشكلة وسجل في مرمى فريقه عن طريق الخطأ. اليوم السد يستفيد مرة أخرى من مدافعين الفريق الخصم، ويضع مصطفى عبدي كرة في مرمى فريقه ليعلن عن تقدم الزعيم السداوي بأول أهداف اللقاء، ومن خلال المحاولة الماضية العرضية التي كانت عن طريق اللاعب أكرم عفيف داخل المنطقة يأتي هدف المباراة الأول في توقيت مبكر جدا. ومن خلال الربع الساعة الأولى هذه كرة أكرم عرضية بالقدم اليمنى، وراسية من مصطفى، هدف في المباراة الأول. تعود المحاولة من جديد لمصلحة النادي العربي الآن، كرة بتسديدة تأتي تصطدم تصل إلى خارج أرضية الميدان. محمد سالم المال هو اللي لعب الكرة والمحاولة الماضية، وكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب بعدما اصطدمت وتغير اتجاهها، وصلت إلى ركلة ركنية لمصلحة نادي العربي في الجهة اليمنى لحارس المرمى والحارس اللي هو مشعل برشم. كرة بمحاولة محمد صلاح النين، عودة بالكرة الماضية إلى محاولة في منتصف في ملعب المباراة. سداوية عادت في الجانب المقابل عرباوية، والتقدم في اللقطة الماضية من معرفي. تعود المحاولة مرتدة سريعة تصل إلى منتصف في ملعب المباراة، تغيير الاتجاه اللاعب عند أكرم عفيف، يتقدم أكرم يلعب العرضية الماضية، جافي وصلت في الجهة اليسرى، أبعدت من أمام بو علام، أبعدت من أمام بو علام في توقيت مناسب جدا. يتدخل محمد سالم المال يبعد الكرة الماضية. تعود المحاولة مرتدة عرباوية في الجانب المقابل، طالت 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 الكرة على البرازيلي مايلسون، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس لمصلحة نادي السد، تلعب بشكل سريع. محاولة تعود سداوية من جديد في منتصف في ملعب المباراة، عندنا جابي وعندنا تشافي، والاثنين جايين من اسبانيا، واحد من اتلتيكو مدريد واخر قاتب من بطولتي او من البلوغرانا نادي برشلونه، والاثنين حقيقه مكسب كبير جدا على مستوى المنافسات في بطوله الدوري. عندما نتحدث عن اللاعبين المحترفين اللي موجودين في بطوله الدوري في هذا الموسم، عندنا لاعبين من 18 جنسيه مختلفه، ثلاثه منهم اسبان، ثلاثة يحملون الجنسية الإسبانية. كرة بمحاولة، راية موجودة، والتسلل راية موجودة، والتسلل على محمد سالم المال في اللقطة الماضية. ثلاث لاعبين أسبان في بطولة الدوري، تشافي وكابي والفارو ميخيا، لاعب الشيحانية، وبالمناسبة الشيحانية حقق الانتصار قبل بداية هذه المواجهة بهدف مقابل لا شيء على حساب الإخريطيات، وعلى الإخريطيات والخور مراجعة أوضاعهم في بطولة الدوري، ونحن لازلنا في الجولة الأولى أو في الجولة الثانية من المنافسات. عندنا في أرضية الملعب لاعب عراقي، والعراق تقدم خمس لاعبين في بطولة الدوري في هذا الموسم، أحمد إبراهيم في النادي العربي بالإضافة إلى أحمد ياسين لاعب نادي الخور، وروبن سلاقة اللي يتواجد معه في نفس النادي، وهنالك أيضا لاعبين آخرين على مستوى منافسات بطولة الدوري في هذا الموسم تقدمهم العراق، علي فايز في نادي الإخريطيات، ونادي قطر يقدم لنا واحد من اللاعبين المميزين في الجولة الأولى ونجم الجولة الأولى حسين علي. كرة بصافرة موجودة وخطأ لمصلحة نادي السد في الدقائق 18 الأولى من بداية أحداث شوط المباراة الأول. هذا تشافي هرنانديز، وجواره البرازيلي مايلسون، البرازيل ثاني أكثر الدول التي تقدم لاعبيها على مستوى منافسات بطولة الدوري. عندنا اثنين في أرضية الملعب والاثنين مع النادي العربي. كرة بمحاولة، سبع لاعبة برازيليين في بطولة الدوري في هذا الموسم. كرة في الجهة اليمنى، المحاولة تأتي الآن، يعني البرازيل لم تعد بتلك الجودة
لا على مستوى اللاعبين ولا حتى على مستوى المدربين. نتخيل من 12 نادي اللي موجودين في الدوري ولا مدرب برازيلي. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء لكن عند حارس المرمى مسعود زراعي يسيطر على كورته بالشكل المطلوب في اللقطة والمحاولة الماضية لتعود من جديد لمصلحة النادي العربي. كرة في محاولة في منتصف في ملعب المباراة تصل إلى الجهة اليمنى عن طريق اللاعب محمد سالم المال، تعود من جديد، لا زالت المحاولات مستمرة، لا زالت قائمة، والعربي يبحث عن التعادل من خلال اللحظات القادمة بعد ما سجل مصطفى عبدي في مرماه عن طريق الخطأ. الكرة في منتصف في ملعب المباراة عن طريق اللاعب أحمد فتحي، لمسة يلعبها تصل إلى مصطفى عبدي، تغيير بشكل جيد لاتجاه اللعب، تصل المحاولة في الجهة اليسرى الآن عرضاوية عن طريق اللاعب البرازيلي دييغو جارديل، لمسة من صلاح النيل، محمد يلعب الكرة إلى محمد، وصلت إلى أبو سالم المال، تمريرة أمامية، محاولة الوصول إلى محمد صلاح لكن التغطية حاضرة عن طريق اللاعب أكرم عفيف. برافو أكرم عندما تشاهد هذا الأداء المتميز لأكرم عفيف، عندما تشاهد الأداء المتميز للاعب المعز علي، عندما تشاهد أيضا يعني بقية الأسماء الحاضرة للمنتخب وللاعبين الذين توجوا بكأس آسيا للشباب قبل 4 سنوات، حقيقة تشعر بالسعادة، تشعر بالسعادة. نعيم مع قطر ممكن أن يقدم أداء متميز، ما دبوا مع الأخوية يقدم أداء رائع، بسام الراوي الآخر مع نادي دحيل عفوا يقدم أداء متميز. الحديث عن بقية الأسماء وأسماء كثيرة حاضرة ممكن أن تصنع الكثير من الفوارق، لذلك عندما تشاهد هذا الأداء المميز لهؤلاء اللاعبين تشعر بالسعادة وعلى مستقبل مطمئن بحول الله. كرة بمحاولة عرضية أسد إلى تشافي، عبدي والإبداع والإبعاد، تعود المحاولة من جديد في الجهة اليسرى إلى تشافي من جديد، وصلت الكرة بعد ذلك إلى علي أسد، عودة بالمحاولة الماضية عن طريق اللاعب إبراهيم ماجد يلعبها في الجهة اليسرى، تصل إلى ياسر أبو بكر، المحاولات لا زالت مستمرة والهدف الوحيد لا زال صامدا. بغداد يمر يتقدم، كرة مرة أخرى مدافع العربي كاد أن يسجل في مرماه، لكن هذه المرة مسعود زراعي بردة فعل مميزة جدا يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة الماضية والخطر. هذه الكرة، شوف الكرة الماضية والمرة هذه أحمد إبراهيم، لكن أيضا برافو مسعود ردة فعل بالرغم من أن الكرة كانت مفاجئة. هذه كرة أحمد إبراهيم حاول أن يبعدها لكن باتجاه المرمى، وبعد ذلك التألق يأتي من مسعود زراعي اللي خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت المحاولة بعد ذلك إلى رمي التماس. موسم الماضي 3-1-5-1، موسم اللي قبله 3-2-7-0، اللي قبل 3-1 والتعادل 2-2، اللي قبل 2-1 والتعادل 1-1، اللي قبل 2-0 والتعادل 1-1. كل هذه النتائج خلال المواسم الخمس الماضية فيها 5 حالات انتصار لنادي السد و3 حالات تعادل ما بين الفريقين. آخر انتصار للنادي العربي على نادي السد كان يوم 21 ديسمبر من عام 2012، يعني قبل أكثر من 5 سنوات من الآن، 5 سنوات و8 أشهر، 5 سنوات و8 أشهر منذ آخر انتصار للنادي العربي على حساب نادي السد. يومها المباراة انتهت ب4 أهداف مقابل 2، استاد حمد الكبير، موسى البركة سجل، خوخي سجل، فاندرلي سجل، وعبد العزيز حاتم في ذلك اللقاء لمصلحة العربي، بينما يوسف أحمد وخلفان إبراهيم هم من سجلوا لنادي السد في ذلك اللقاء. يومها السد بالرغم من سيطرة استحواذه وصوله المتكرر، بالرغم من أنه كان يعيش فترات مميزة، لكن العربي كان يصطاد السد بين فترة وفترة، كان يسجل، كان يحقق الانتصار. الموسم اللي قبله العربي فايز 1-0 بهدف عبد العزيز حاتم، الموسم اللي قبله موسم كابوري، والموسم اللي قبله موسم اللاعب الأرجنتيني أيضا بسكولاتشي، وبالتالي الوضعية كانت متبادلة على مستوى الانتصارات. لكن آخر 5 سنوات ما في ولا انتصار للنادي العربي على حساب نادي السد.
ليش؟ سؤال يترك إدارة النادي للاعبين النادي. كرة بمحاولة ملعوبة الآن لمصلحة الزعيم في الجهات اليمنى، أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا مصطفى عبدي يبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. هذه المحاولة اللي كان من خلالها القرار حاضرا بوجود التسلل على لاعب النادي العربي مايلسون، اللاعب القادم من جيجو يونايتد هنالك في الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم. كرة تصل إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. محاولة الآن لمصلحة نادي السد، الركنية الثالثة في اللقاء، الأولى السداوية في الجهة اليسرى على حارس المرمى الحارس مسعود زراعي الذي يعود إلى أن يكون الحارس الأساسي منذ الموسم الماضي. كرة وإبعاد من أحمد إبراهيم، عادت محاولة على طريقة الكبار، يا كبير يا لعيب يا فنان يا مبدع يا عالمي، فوق في اللقطة الماضية، هذه الكرة الماضية واحدة واحدة واحدة، هوبا الله عليك يا ولد، الله عليك يا أكرم، هي على طريقة الكبار، نعم لأنك أحدهم، على طريقة المبدعين لأنك مبدع، على طريقة الممتعين لأنك ممتع، وعلى طريقة العالميين والزعماء لأنك وحيد في هالدنيا زعيم عالمي. هدف ثاني لمصلحة نادي السد، وأي هدف، أي هدف، 2-0 يسجل الزعيم السداوي الآن الهدف الثاني في اللقطة الماضية بطريقة في غاية الروعة، ليعلن عن التقدم الآن بهدفين مقابل لا شيء في هذا اللقاء، وصولا إلى الدقيقة رقم 26 على بداية أحداث شوط المباراة الأول. ولسه ولسه خلك 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 اللي في المدرج شوية اللي موجودين، خلكم قاعدين بالنسبة للنادي العربي، لأن جماهير نادي السد تتفوق وبشكل كبير على جماهير النادي العربي، وحقيقة حقيقة أقولها ومن دون أي مجاملة، وقياسا واعتمادا على الأرقام، قياسا واعتمادا على الأرقام، في السنوات العشر الاثناعش الأخيرة اللي من جيت أنا فيها للدوري، والمدرج السداوي متفوق على المدرج العرباوي في لقاءات الفريقين، جماهير السد أكثر حضور من جماهير أدري أن العربي صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر، وأدري أن العربي جمهور زعلان، وأدري أن العربي عنده وايد جمهور، وأدري أن العربي جماهير كلهم في الميالس، وأدري أن العرباوية من يوم هم صغار يحبون العربي ويعشقونه ويموتون فيه، أدري في كل هالسوالف أدري فيها، لكن المدرج اللي يحكم، المدرج هو اللي يحكم، واللي برا قطر يشوف النقل التلفزيوني. لذلك خلال السنوات الماضية مدرج الزعيم هو من يتفوق، والزعيم هو من يتفوق حتى على مستوى النتائج والأرقام والمباريات. كرة لمصلحة الزعيم الآن، أو في الجانب المقابل تصل لمصلحة النادي العربي، مرتدة بأقدام دييغو جارديل، ووصلت في الجهات اليسرى، البرازيلي مايلسون يبحث عن التقدم. يا السلام يا السلام، مرور بشكل مثالي جدا في اللقطة الماضية، ثم بعد ذلك عبد الرحمن الجاسم يعلن عن استمرارية اللعب، لا وجود للخطأ، لتعود المحاولة من جديد لمصلحة نادي السد هنا في هذا اللقاء، والدقيقة رقم 27 أو 28 نلعب في نهايتها في اللحظات الأخيرة قبل الذهاب إلى النصف ساعة الأولى من شوط المباراة الأول. كرة في الجهة اليسرى، ياسر مبكر يلعب المحاولة الماضية، تصل إلى تشافي، محاولة تقدم، سقوط في أرضية الميدان، حكم المباراة لا يعلن عن وجود الخطأ، وبالتالي الكرة طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ووصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس مسعود زراعي. هذه الكرة، وهنا التدخل من ياسين يعقوب في اللقطة الماضية، المدري شلون عبد الرحمن الجاسم ما احتسب الكرة الماضية فاول، شلون ما احتسب خطأ ياسين يعقوب، لعب يلعب في الرواق الأيمن، شقيقة يونس يعقوب أيضا يتواجد على مستوى منافسات بطولة الدوري، ويلعب أيضا في دوري نجوم كيو أم بي. ياسين
أحد الاكتشافات التي ظهرت في الموسم الماضي، ويلعب في هذا المركز، يعني يتواجد الآن بشكل أساسي مع المدرب لوكا بوناتشيتش. كرة لمصلحة السد الآن، تشافي يلعب المحاولة في الجهة اليمنى، التسديدة تأتي، لكن هذه المرة في أحضان مسعود زراعي، يسيطر على كرة بالشكل المطلوب في اللقطة الماضية. تعود المحاولة من جديد عن طريق اللاعب أحمد فتحي. اتضحت الفروقات وبشكل كبير ما بين الفريقين خلال اللحظات القليلة الماضية هنا في هذا اللقاء، هنا في هذا اللقاء. تعود المحاولة من جديد، تصل سهلة إلى حارس المرمى مشعل برشم لمصلحة الزعيم السداوي. 2-0 آخر مرة ظهرت في لقاءات الفريقين، هذه النتيجة كانت في موسم 2013-2014 يومها مدير بالحاج سجل لمصلحة الزعيم السداوي في ذلك اللقاء في مباراة انتهت بهدفين مقابل لا شيء في القسم الأول من بطولة الدوري، بينما الأمور كانت حاضرة كما ذكرت دائما وأبدا بالمتعة والإثارة والأهداف في لقاءات الفريقين. يستمر حضور الأهداف أيضا من خلال هذه المواجهة، لأن آخر تعادل سلبي ما بين الفريقين كان قبل 13 سنة وبالتحديد في عام 2005 عندما انتهت مواجهة الفريقين في إبريل من عام 2005 بنتيجة التعادل السلبي. ذلك كان آخر تعادل سلبي في لقاءات الفريقين في بطولة الدوري. محاولة لمصلحة النادي العربي أمامية، لكن أيضا تغطية وإبعاد للكرة الماضية، تصل سهلة عن طريق بيدرو. يلعب المحاولة الآن في منتصف ملعب المباراة، نسبة الاستحواذ 62 مقابل 39، طبعا بكفة تميل لمصلحة الزعيم السداوي هنا في هذا اللقاء. سد في المباراة الماضية، سجل 6 في هذه المباراة، إلى الآن 2. الصدارة لتحيل اللي عنده موجب 9 أهداف، وصدارة الهدافين ما بين بغداد بنجاح ويوسف العربي، ولكل واحد منهم 3 أهداف. هل اتضحت ملامح التنافس مبكرا في بداية الدوري في هذا الموسم؟ هدافين ما بين بنجاح والعربي، دوري ما بين السد وتحيل، هكذا إلى الآن، والصورة حقيقة واضحة خلال الفوارق اللي موجودة ما بين الفريقين وبقية أندية بطولة الدوري، خصوصا وأنهم يجعلون من البطولة الآسيوية فيها التركيز الكامل خلال الفترة القادمة بحول الله، عندما يلتقي السد وتحيل في مواجهة الدور ربع النهائي مع الأندية الإيرانية، على أمل أن يلتقوا معا في الدور النصف النهائي والتأهل بعد ذلك للمباراة النهائية لمشاهدة أحد الأندية القطرية يلعب نهائي آسيا، في استعادة لذكريات السد في مرتين سابقتين، وفي استعادة لذكريات العربي في عام 1993 أو 94. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ عن طريق اللاعب أحمد إبراهيم، يلعب الكرة أمامية، محمد صلاح يحاول المرور، كرة فيها تدخل قوي قوي، وأعتقد بأن البطاقة الصفراء، نعم القرار يأتي وبطاقة صفراء على لاعب نادي السد ومدافع إبراهيم ماجد بعد تدخله على اللاعب البرازيلي مايلسون في اللقطة الماضية. هذه البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء، هذا تدخل قوي، تدخل قوي حقيقة. لربما بعض اللاعبين أو بعض الحكام يذهب إلى ما هو أبعد من البطاقة الصفراء في مثل هذه الكرة، يذهب إلى ما هو أبعد من البطاقة الصفراء، هذه العرقلة بعيدة عن الكرة وقد تسبب أذى للاعب، وبالتالي بعض الحكام ممكن يطرد إبراهيم في هذه الكرة. كرة بصفرة موجودة وخطأ، 33 متر عن المرمى، وصاحب الرقم 30 على التنفيذ، أو هذا مين؟ هذا اللاعب اللي هو أحمد فتحي، هو اللي راح يلعب الكرة ملعوبة في منطقة الجزاء. خطيرة الكرة الماضية، أبعدت في المرة الأولى، مستمرة في المرة الثانية، جول جول، يسجل ليصحح الخطأ اللاعب مصطفى عبدي، يضع الكرة في المرمى ليعلن عن تقليص الفارق، يقلص الفارق في اللقطة الماضية، هذه كرة مصطفى عبدي، يسجل هدف، إذن تقليص الفارق ويمنح العربي رصاصة لا والله لا والله، بل هي قبلة الحياة، يمنح العربي قبلة الحياة. الله يا أبو عبدي،
يسجل مصطفى عبدي ويضع الكرة في المرمى ليعلن رسميا عن براءته في الخطأ الأول أو ليعلن عن تكفيره لذنب الخطأ الأول ويسجل الآن في مرمى نادي السد لتعود المحاولة السداوية خطيرة اللقطة الماضية لا زالت مستمرة والإبعاد يأتي مرة أخرى مرتدة جارديل قلت لكم العرباوية مبقليلين شر محاولة ملعوبة أمامية الآن في الجهة اليسرى وصلت إلى مايلسون يتقدم يدخل يسدد كرة ملعوبة خطيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب المحاولة الماضية تصل إلى ركلة ركنية وهنا هدف المباراة الثالث وهدف تقليص الفارق للرياني السابق للاعب النادي العربي الحالي والحديث الغرفاوي السابق مصطفى عبدي. تعود المحاولة من جديد تبعد 10 دقائق قبل نهاية أجمل أشواط المباراة بل أجمل أشواط الدوري 2-1 الآن في هذا الديربي والله على مباراة. هذه الكرة والمحاولة الماضية والتي جاء من خلالها برافو قرار الحكم المساعد الأول على أساس وجود التسلل في اللقطة الماضية على لاعب النادي العربي محمد صلاح النيل. برافو للحكم الإضافي الثاني اللي هو سعود أحمد الشمري هو الحكم المساعد الثاني في مباراة اليوم. قرار بتوقيت مميز جدا وفي توقيت رائع جدا أيضا. هنا شاهدين أو نشاهد الحالات الثلاث التي احتسب من خلالها التسلل والمرات الثلاث كانت على لاعب من لاعبين الناتي العربي. تعود المحاولة السداوية 10 دقائق الأمور زالت مستمرة قائمة حاضرة بالكثير تعد بالكثير في هذا اللقاء. تصل الكرة إلى بغداد بنجاح وبعدت اللقطة الماضية وصلت إلى مدير عبد ربه دييغو جارديل مرور بشكل مثالي جدا من دييغو جارديل يبحث عن من في المقدمة من هو المهاجم الصريح في تشكيلة النادي العربي في مباراة اليوم ما في فرانكو أريزالا لا يتواجد لا على مستوى التشكيلة الأساسية ولا حتى على مقاعد البدلاء وين أريزالا يا لوكا وين أريزالا يا إدارة النادي العربي يبدو بأن الإصابة هذا هو السبب الوحيد اللي ممكن أن يغيب في مباراة اليوم أبرز غياب بالنسبة للنادي العربي لكن في الجانب المقابل في نادي السد غياب لجونغ وو يونغ اللاعب الكوري الجنوبي صاحب 28 سنة والمونديالي مع منتخب بلاده يغيب اليوم عن التشكيلة الأساسية هنا في هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة بالنسبة لنادي السد كما يغيب حسن الهيدوس كما يغيب عبد الكريم حسن في مباراة اليوم لمصلحة الزعيم السداوي وحارس المرمى سعد الدوسري. كرة مرتدة سريعة الآن محاولة تصل في الجهات اليمنى أو اليمنى نعم لنادي السد اليسرى بالنسبة للنادي أو اليسرى للسد اليمنى للعربي وبعدت اللقطة الماضية المحاولة لا زالت مستمرة إلى كابي يلعبها بالكعب اللقطة الماضية من علي أسد لم تصل إلى بغداد منجاح بالشكل المطلوب وبالتالي سهلة بعد ذلك تحت حارس المرمى مسعود زراعي لا وجود للخطأ في اللقطة الماضية. تعود المحاولة من جديد لمصلحة بغداد منجاح التقدم يأتي الصافرة والمحاولة الماضية بخطأ خطأ يأتي الآن على مشارف منطقة الجزاء لمصلحة الزعيم السداوي هذه الكرة والالتحام اللي كان ما بين أحمد إبراهيم وما بين بغداد بونجاح في اللقطة الماضية كان في مكان خطير جدا كان خطير ولمصلحة السد وبطاقة صفراء تظهر على مايلسون في اللقطة الماضية هذه توجيهات الحارس مسعود زراعي مين اللي راح ينفذ بغداد بنجاح ولا مين
بغداد بنجاح أو لا والله تركها بغداد. يا إبراهيم يا تشافي واحد من الاثنين. وتشافي سجل في الموسم الماضي من كرة ثابتة. والمحاولة تأتي الآن من خلال اللقطة الماضية لمصلحة النادي نادي السد على مشارف في منطقة الجزاء. الأمور لا زالت مستمرة والكرة تأتي لكن إلى خارج أرضية. لخارج أرضية الميدان ركلة مرمى. ندخل إلى أجواء الدقائق الخمس الأخيرة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة أو شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. نتحدث عن اللاعبين المحترفين، لكن هل تعلم عزيزي المتابع ما هي الجنسية الأكثر ظهورا من خلال اللاعبين المحترفين في بطولة الدوري في هذا الموسم؟ ليست البرازيل، البرازيل سبعة لاعبين، في جنسية أخرى قدمت لاعبين أكثر من البرازيليين في بطولة الدوري. ما هي الجنسية الأكثر ظهورا بين اللاعبين المحترفين في بطولة الدوري؟ اللي جاوب صح مدير إدارة قنوات الكاس ممكن يعطيه جائزة، مو أنا لا المدير. بعد إذنك يا أبو عبد الله، كرة تعود الآن لمصلحة نادي السد. أمامية ملعوبة في الجهة اليسرى، تصل المحاولة عن طريق اللاعب أكرم عفيف، يعود إلى ياسر أبو بكر، عرضية من ياسر لكن أحمد إبراهيم يتصدى للمحاولة والكرة الماضية، ثم إبعاد بعد ذلك يأتي عن طريق اللاعب ياسين يعقوب. أمامية الكرة محاولة الوصول إلى محمد صلاح أو البرازيلي مايسون لكن أبعدت، تخلصت، عادت من جديد سداوية في مشارف في الدقيقة 40 أو نحن نلعب في الدقيقة 40. كرة فيها تغيير رائع جدا للعب في اللقطة الماضية من الإسباني جابي، يلعب الكرة تصل إلى أكرم عفيف، المحاولة الآن بتسديدة قوية جدا من إبراهيم ماجد لكن اصطدمت في عبد الله معرفي. عبد الله في اللقطة الماضية تصدى في المرة الأولى، في المرة الثانية أيضا يحاول أن يبعد الكرة لكن طالت تحولت تعود مرة أخرى. أوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ركلة جزاء، ركلة جزاء، لكن خلك من ركلة الجزاء وتكفى ركز لي على الاسيست من تشافي، ركز على الاسيست من تشافي في اللقطة الماضية لكن عيدها عيدها عيدها. شوف كرة تشافي، يا الله يا الله، من وحي الخيال اللقطة الماضية، من روائع كرة القدم. لا لا لا، ركلة جزاء واضحة، ركلة جزاء واضحة وصريحة. والسد منذ عام 2014 ما أضاع ركلة جزاء في مواجهة النادي العربي، وبالمناسبة آخر ثلاث ركلات جزاء سجلها بغداد بنجاح، سجلها بغداد بنجاح كلها في مرمى النادي العربي في المباريات الثلاث الماضية أو الأربع الماضية من خلال لقاءات الفريقين. اليوم العربي يتسبب وعن طريق من؟ مرة أخرى مصطفى عبدي، وين ما يطقها عوية ما تترقع يا مصطفى، لو سجلت ما تترقع يا مصطفى، هدف في شباك فريقك عن طريق الخطأ. وركلة جزاء الآن وعلى حساب النادي العربي، ومصطفى عبدي يحصل على البطاقة الصفراء. فرصة لأن ينتهي الشوط الأول بثلاثية، وفرصة لأن يعتلي صدارة الهدافين بغداد بنجاح. أرقام مخيفة جدا لبغداد، مخيفة جدا لبغداد بنجاح في بطولة الدوري، هدف يسجل أكثر من هدف في المباراة الواحدة. محاولة من ركلة جزاء، مسعود في المرمى، وبغداد يبحث عن النجاح من جديد. بغداد ولا مسعود؟ بغداد، أوهو. بغداد ولد الجزائر ابن المحاربين يسجل الهدف الثالث. هذه الكرة في زاوية، ومسعود زراعي بخبرة السنين كلها في زاوية، هدف ثالث يأتي لمصلحة السد الآن من علامة الجزاء، والعلامة الكاملة لبغداد بنجاح يسجل هدفه العاشر في مباراته الخامسة ضد النادي العربي، يسجل هدفه العاشر في مباراته الخامسة ضد النادي العربي. يا الله يا الله يا الله، هدفين في كل مباراة لبغداد بنجاح في منافسات بطولة الدوري. وبالتالي الوضعية الحاضرة من خلال هذا اللقاء
ومن خلال المواجهات الماضية 10 أهداف. يا رجل هذا معدل كبير جدا، كبير جدا، خرافي. بالمناسبة هذا هدفه الرابع في مباراته الثانية الآن في بطولة الدوري. الموسم الماضي غاب بسبب الإصابة، ولما رجع سجل 16 هدف في 11 مباراة. الموسم قبل الماضي 23 هدف في 20 مباراة. هذه أرقام كبيرة جدا. اليوم بغداد بونجاح في المجمل العام، في المجمل العام في بطولة الدوري يلعب مباراة رقم 59 ويسجل هدفه رقم 67، أو عفوا في المجمل العام مع نادي السد يلعب مباراة رقم 59 ويسجل هدفه رقم 68، رقم كبير جدا بالنسبة لي اللاعب المتألق الكبير. والحديث عن بغداد بونجاح الرجل الذي بالرغم من كل هذه الأرقام إلى الآن لم يحقق لقب الهداف. موسم قبل الماضي كان متعادلا مع اللاعب اللي هو يوسف العربي، وفي الموسم الماضي العربي خطف اللقب، ومن خلال هذا الموسم يمني النفس بأن يكون حاضرا هنا بلقب الهداف، وهو من يعتلي الصدارة مع نهاية الجولة الثانية. 3-1، الوقت الأصلي انتهى. نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع من أحداث شوط المباراة الأول. نعم، والأمور لا زالت مستمرة، الأمور لا زالت مستمرة. من 2014 السد ما ضيع بلنت في مواجهاته أمام النادي العربي. نعم، وبغداد بونجاح سجل آخر 4 ركلات جزاء، وترك واحدة بالمناسبة لحسن الهيدوس اللي سجل هاتريك في الموسم الماضي في لقاء 5-1. كرة بمحاولة عرضية في منطقة الجزاء، إبعاد من مصطفى عبدي في اللقطة الماضية. المحاولة لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، والوقت الأصلي انتهى. نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول. الأمور ب3 أهداف مقابل هدف. محاولة في منتصف في ملعب المباراة، وصلت الكرة الآن عن طريق اللاعب أبو علام، يلعبها أمامية. حكم المباراة يشير بالاستمرارية لا وجود الخطأ في اللقطة الماضية. تعود المحاولة مرتدة لمصلحة النادي العربي عن طريق محمد صلاح النيل. فرصة أخيرة من أجل تقليص الفارق للنادي العربي، كرة ينجح في الحصول إليها مايلسون. يلعب المحاولة الماضية لا زالت قائمة لنادي العربي، مرور بشكل مثالي جدا ثم سقوط في أرضية الملعب، وحكم المباراة يشير بالاستمرارية لا وجود الخطأ. كرة تصل إلى تشافي، الله عليك يا رايك، 38 سنة يا رجل، وكل هذا الإبداع. خلك من الإبداع، خلك من الإبداع، تفكير، التفكير. ترى كرة القدم تلعب بالعقل أولا ثم بعد. أول بين السد والعربي بتقدم السد 3 أهداف مقابل هدف. نذكركم بأهداف المباراة. الهدف الأول كان عن طريق بكرة عكسية، أو نقول نيران صديقة بالنسبة لمصطفى عبدي. الهدف الثاني بطريقة أكثر مميزة من طريق نجم نادي السد أكرم عفيف، تكنيك عالي كابتن خالد، على مستوى كبير جدا. الله أكبر، هدف جميل جميل جميل. خلص الفارق النادي العربي عن طريق بعد مصطفى عبدي برأسية، خروج خاطئ من الحارس، وهدف تقليص الفارق بالنسبة لنادي العربي في الدقيقة 34، في نهاية الشوط تقريبا دقيقة 44. هدف بونجاح عن طريق ركلة الجزاء، وانتهاء الشوط الأول ب3 أهداف مقابل هدف. شوط أكثر من مميز كابتن خالد. نعم، بين الفريقين العربي أدى بشكل جيد، عمل تنظيم الدفاعي ماله بشكل جيد، لعب بخمسة في الخلف ب3 موجودين لمراقبة بغداد ومراقبة شافي والدخول من الأجناب أكرم الموجودة، أكرم وعلي أسد، كذلك المساندة الموجودة بالنسبة لخوخي خلى محمد سالم على الجهة اليمين حتى ما يترك مجال حق يعني أكرم يدخل بشكل جيد. كذلك بالنسبة للجهة اليسرى كان موجود بالنسبة لمدير اللاعب اللي يلعب على المركز الأيسر، حاول ان يعني ما يترك مساحه موجوده بالنسبه للسد ليستغلها بشكل جيد. لكن السد
عنده لعيبه اللي تمتاز وسام تجري في المساحه بشكل جيد وتمتاز تلعب في المساحات الصغيره. بالضبط. انت لين دقيقه 12 قلت السد ما دش ما دخل جو المباراه. السد كان باقل مجهود السد على كل الان سجل 3 أهداف سجلتها واحد بالنيران صديقه، لكن السد الى الان لم يقدم الصوره اللي السد لعبها مع ام صلال، حتى لو كان مستوى مختلف، بس السد في احتفاظه وفي تمريره والسرعه من الانتقال من الدفاع الى الهجوم دائما شكله مغاير. اليوم في عنده الاختراق الا الاغلبيه من العمق الموجود بالنسبه له، يعني انا لاحظت الكرات الاغلبيه موجوده من العمق. المشكله عند السد في وين؟ اي جهه؟ اليمنى. اليمنى مشكله أسد. علي اسد. علي اسد ما زال بعيد عن الفورمه الفنيه. اوكي. يعني الاختراق ماله في عنده السرعه مش موجوده، التمرير ماله مش المتقن اللي هو موجود عند علي اسد، كذلك الجري حتى في متى يجري سبرنت اللي تلعب له الكوره ما كان موجود عند علي. لهذا الاساس انا التسخين اللي تم بالنسبه للست طبعا دونج على عبد الكريم حسن على حسن, حسن هدوس. انا اتوقع ان هيدوس هو الاول يبتدي اللي بيستبدل لانه هو يحتاج للجهه اليمنى. كابتن نتكلم بالنسبه للعربي، اليوم الكل قاعد يعني يراهن على جماعيه العربي، اليوم شفنا بدايه المباراه كمجموعه ممتازين، كان تنظيم بعد ممتازين، لكن مع مرور الوقت شفنا فرديه كبيره بالنسبه للنيل، فرديه كبيره بالنسبه لمايلسون، حتى محمد سالم اليوم ما شفناه بالفورمة المعتادة بالنسبة له. وسام التنظيم إذا كان التنظيم عندك يجب منظومة العمل، ليس هي بخطة اللعب أو بتمركز اللعيبة في التواجد، لا يجب أن يكون عندك التنظيم بشكل ممتاز بالنسبة لحالة الدفاع والانتشار بشكل هجوم في حالة الهجوم. هذا الهدف، هدف من الاهداف اللي تشوفها حق كريستيانو، تشوفها حق ميسي، وشفناه حق عفيف بس تشوفها حق عفيف الصراحه حلو، يعني المباراتين اللي قاعد يلعبهم ما شاء الله كان حساسيه التهديف صارت موجوده عنده، فورمه عاليه. اي يعني المباراه الاولى سجل، هذه المباراه الان المباراه الاولى اعتقد هدفين سجل عفيف، المباراه هذه الان يسجل هدف عفيف، هذا ما كان يحتاجه، وهو اللاعب يمتلك الامكانيات عفيف والقدرات. تحس انه نضج وصار حاسم اكثر في المواقف اللي يتعامل معاها. انا 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 عفيف الان الصراحه راح يكون نقطه ايجابيه موجوده بالنسبه لنادي السد، بعكس بعد كذلك العام الماضي. وسام بس ابي اطالع هذه اللعبه. اوكي. انا كنت شاك فيها، كانش فيها لا شاك فيها انها هي تكون تسلل من اللاعب 18، بس اعتقد بدرو كان وقوعه مغطي. وجوده في هذا لا الحال. انا اتوقع هدف صحيح 100%، يعني يمكن لكن انا اعتقد انه هدف سليم. على العموم عفيف تطور مستواه، يعني الاحتراف افاده بشكل جيد، نقطه ايجابيه موجوده بالنسبه للنادي السد جلبه لعفيف الموسم الماضي، الموسم الحالي كذلك راح يستفيد منه بشكل جيد. نقطة إيجابية تكلمت فيها كابتن خالد بالنسبة لاستخلاص الكرة بالنسبة لنادي السد، سرعة كبيرة. السد المنظومة الموجودة عنده في استخلاص الكرة سرعة جدا جميلة، هذه ترى على كلهم في بعض الأخوان قالوا مش ضربة جزاء، لا هي ضربة جزاء حقيقية بالنسبة لمصطفى عبدي. مصطفى عبدي أنا برجع لك وسام، مصطفى العبدي اليوم سجل في نفسه، جاب التعادل وعمل ضربة جزاء، ما أدري إيش بيسوي للأخير، يعني ايش اللي بيحصل له. انا اتمنى بس مصطفى عبدي يعطيك العافيه، اداء صراحه جيد. طيب اللي ابي اقوله المنظومه الموجوده بالنسبه لنادي السد في عمليه الانتشار في حاله الكره موجوده وياه بشكل جدا ممتاز، لا مركزيه موجوده في حاله التحرك الموجوده بدون كره، فقدان الكره الضغط على حامل الكره واستخلاصه هالشكل. خلينا نشوف قابل أيوة اللي طلبت انت لقطاته الان هذه الكره موجوده من نادي السد راح تلعب، طبعا راح يستخلصها النادي العربي، شوف بعد ذلك كيف. طبعا هذا اللي نقول احنا عملية التحضير بالنسبة لنادي السد، السرعة مش موجودة عنده في عملية التحضير، يحضر لما تجد عنده المساحة بشكل جيد حتى يوصل. شوف العربي وين تأمين دفاعي ممتاز بالنسبة للسد، راجعين وايد حالات. العربي الفريق بأكمله موجود في ملعبه، يعني حتى ضغطه على حمل الكرة مش ضغط صحيح لهذا السد، لهذا السبب السد شوف الآن الاستلم العربي ها أوكي. شوف الضغط الآن لاستخلاص الكرة وشوف الانتشار بالنسبة للسد حتى ما يعطي مجال للعربي إنه يبدأ اللعب ويرجع السد يسترجع الكرة صحيح. هذه هي طريقة نادي السد في عملية استرداد الكرة بشكل ملاحظ وشكل جيد. شوف الآن الموجود بالنسبة للضغط على حمل الكرة راح يستخلص
السد منظم بشكل جيد في استرجاع الكرة، لهذا السبب هو دائما ما يدير المباراة بشكل صحيح. جيد يدير المباراة، لأن الكرة أنت عادة كيف أنت ترهق كفريق لما تكون مع فريق الخصم الكرة والفريق الخصم يتناقل الكرة بشكل جيد، أنت لاستعادة الكرة هذه المرحلة متعبة بالنسبة لك. بالضبط. الحين الحالة الثانية كابتن خالد اللي طلبتها اليوم اللي هي كرة، الكرة موجودة هذه الحالة كانت كرة خطرة بعد كذلك بالنسبة للعربي. هاي الدقيقة 14 الدقيقة 14 الكرة اللي لعبت بشكل جدا ممتاز، هذه حالة تنظيم السد، هذه الحالة طبعا اللي لعبت الآن اللعبة أمامية، شوف هناك في حالة تسلل، هذه هي التسلل الموجود، في تسلل من الرجع اللقطة، هذه اللقطة فيها تسلل، تسلل حقيقي، أنا بس كنت شاك كذلك في الهدف، لكن الهدف سليم وسليم جدا بالنسبة للعربي اللي سجل. نشوف الحالة اللي بعدها، هذه حالات السد، السد في انتشار الآن، شوف الانتشار الطولي والتواجد الطولي في وجود العمق الهجومي بالنسبة بنجاح، وكذلك الانتشار العرضي الموجود بالنسبة لك لهاي الهدف، هاي الهدف عبدي. بالضبط عبدي، بس الكرة ترى على كل أن تمررت، تدري عبدي لو عدت من عنده تدخل جول هذه بالضبط، لأن تلمس الأرض على طول وتدخل بالجول، عبدي حاول، بس أنا كنت أتوقع من عبدي أنه ممكن يبعدها برجلة ما يبعدها برأسه. خلنا نروح كابتن خالد، خلنا نروح لفاصل ونرجع لكم إن شاء الله. وبعد ذلك انقل فريقي في الشق الهجومي، اضيف بالضبط الى ذلك التحرك اللي لازم يتجازل، انت خسران موجود محمد سالم والجهه اليسرى الموجوده بالنسبه للمدير، لازم اخليهم يزيدون في المنطقه الهجوميه في الامام، هذه العربي اللي يقدر عمله، بس عطني مدرب السد، مدرب السد تفضل. ابي التشكيله الاساسيه الموجوده بالنسبه لدوري الابطال تنزل، واعتقد هي جاهزه الان، اعتقد بينزل عبد الكريم بينزل وحسن الهدوس والكوري، وكذلك الكوري دونغ راح يكون موجود، هذه التشكيلة الأساسية اللي لازم نشوفها في المباراة الجاية، لأن الأسبوع من بعد الجولة الثالثة راح تكون مباراتنا مع في دوري الأبطال، يعني المفروض يدش في الواقعية كابتن فييرا، لأنه خلاص يعني المباراة ما نقول محسومة، لكن هو الطرف الأفضل بالنسبة له. نعم هو الطرف الأفضل مثل ما تفضلت، كذلك الآن يجب أن أستقر على تشكيلة اللي بتشارك أسيويا بالضبط. عندي أنا اليوم
اليوم هذه المباراة بالنتيجة هذه اختبار قوي بالنسبة للسد اليوم. يجب أن يكون هناك 11 لاعب يشاركون بشكل مباراة كاملة حتى يكون هناك في تشوف أنت النواقص الموجودة بالنسبة لك أو طريقة اللعب اللي أنت تبي تلعبها، لأنك أنت بتلعب خارج أرضك، هل أنت بتلعب بهذه الطريقة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة أو بتلعب طريقة أخرى لازم تطبقها الآن على المباراة القادمة. أنا بالنسبة للعربي ممكن أشوف أن محمد صلاح أنه يخرج أو عنده عبد الرحمن وليد كان يشارك العام بس السنه ما قاعدين نشوفه يعني هو انتدب كخيار هجومي بالنسبة. هو كابتن انتدب محمد صلاح ليعمل له اضافه هجوميه موجوده بالنسبه له. اليوم المحترف الموجود اللي في الهجوم اليوم مصاب ما صحيح الكولومبي اللي سجل الهدف الصراحه محطه مهمه كانت بالنسبه لهم. نعم جدا كابتن خالد دشوا اللاعبين، فاحنا اللي نقوله ان الاوراق الموجوده بالنسبه لدكه الاحتياط السد هو الافضل. توقعاتك شوط ثاني كابتن خالد؟ السد يضيف 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 انا اتوقع العربي ما يرجع لا صعبه العربي حتى في خلق في في خلق الفرص مش موجود. انا اتوقع العربي بتعبون السد الشوط الثاني اتوقع في نزول حسن الهدوس وتفعيل الجهه اليمنى بالنسبه للسد السد راح يكون يكون هو الافضل ويكون هو الاقوى بيكون هو الاقرب لاضافه تسجيل وتسجيل اهداف ثانيه. شكرا لك كابتن خالد. نروح للمعلق خليل بلوشي وتعليقك على الشوط الثاني من المباراه. شكرا شكرا للزملاء شكرا لوسام شكرا لخالد سلمان. مشاهدينا متابعينا في كل مكان مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني من مواجهة السد مع النادي العربي في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات بطولة الدوري. أو عبد الكريم وجونغ جونغ وو يونغ يستعدون الآن للنزول إلى أرضية الملعب. النادي العربي أيضا أجرى تبديل أخرج اللاعب يبدو البرازيلي مايلسون وأدخل فهد خلفان. فهد خلفان إذن بديل في تشكيلة المدرب لوكا بونانيتشكا خيار هجومي حاضر خلال اللحظات القادمة ربما أيضا يعني إصابة بالنسبة للبرازيلي مايلسون لأن أنا أعتقد من وجهة نظر شخصية بأن مايلسون قدم أداء جيد في شوط المباراة الأول ومن خلال أحداث هذا الشوط ممكن أن يظهر بشكل أفضل. عموما في الجانب المقابل أيضا هنالك تبديلين في تشكيلة نادي السد. حامد أو عبد الكريم حسن يدخل في مركز الظهير الأول الأيسر مكان يبدو إبراهيم أو إبراهيم ينضم
إلى قلب الدفاع، وبالتالي أبو علاء ممكن أن يترك أرضية الملعب. عموما ننتظر لنعرف بقية التفاصيل من خلال الأسماء التي تركت أرضية الميدان. بيدرو موجود واللاعب أيضا أبو علاء موجود. إذن جابي يترك أرضية الملعب، جابي يترك أرضية الملعب في شوط المباراة الثاني، ويدخل الكوري الجنوبي أيضا. لا والله جابي بعد موجود، جابي موجود. إذن ياسر أبو بكر وعلي أسد، ياسر أبو بكر وعلي أسد هم من تركوا أرضية الميدان بالنسبة لنادي السد في شوط المباراة الثاني، ودخل مكانهم كل من اللاعب عبد الكريم حسن واللاعب الكوري الجنوبي المونديالي القادم مع منتخب بلاده الذي هزم ألمانيا وأصبح أول منتخب آسيوي تاريخيا يتفوق على ألمانيا في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل لا شيء. كرة لمصلحة الزعيم السداوي الآن، محاولة في الجهات اليمنى، عرضية تأتي خطيرة رأسية، كرة في المرمى، هدف رابع بغداد مرة أخرى، بغداد مرة أخرى، سلام على بغداد، لكن تلك في العراق، وهذا هنا يسجل ليضع الكرة في المرمى ويصنع الفارق الآن وبشكل كبير جدا على بغداد. تخصص الجلاد الأول، هذه الكرة الماضية، هذه المحاولة الماضية، لا 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 أبدا أبدا، تصرف مصطفى عبدي في اللقطة الماضية دليل على عدم ثقة، وبالتالي أنا من وجهة نظري يجب على مدرب الفريق العرباوي أن يخرج مصطفى عبدي في اللحظات القليلة القادمة. هدف آخر يأتي لمصلحة نادي السد الآن لتصبح 4-1. والله والله أمس واللي قبله كنت أتحدث مع أحد العرباوية يقول إذا كنا محظوظين، إذا كنا محظوظين راح نطلع 4 مع السد. هذا الكلام موجود وموثق وبالشهود، إذا كنا محظوظين يقول راح نطلع 4 من السد. إلى الآن من وجهة هذا المشجع العرباوي أن فريق لا زال محظوظا في هذا اللقاء، وهو أيضا سجل هدف، والأمور لا زالت في بداية شوط المباراة الثاني والحديث عن 4 أهداف مقابل هدف واحد. آخر مرة ظهرت فيها هذه النتيجة في لقاءات الفريقين كانت في موسم 2011-2012. السد فاز 4-1، يوسف أحمد سجل هدفين، بغداد أو نذير بالحاج الجزائري الآخر سجل هدف، خلفان إبراهيم سجل هدف، وفي ذلك اللقاء مجدي صديق هو من سجل لمصلحة النادي العربي في مباراة انتهت 4 أهداف مقابل هدف واحد في مواجهة جمعت ما بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري. اليوم 4-1 الآن، 4-1. عبد الكريم يدخل، وفي شوط المباراة الثاني الكوري الجنوبي أيضا وونغ يدخل أو جونغ يدخل إلى أرضية الميدان. هذه الأسماء موجودة على دكة البدلاء بالنسبة لنادي السد. السد يمتلك أسلحة على مقاعد البدلاء، أحد جماهيره يقول بأن أسلحة نووية لا زال لم يستخدمها السد تجلس على مقاعد البدلاء، ومجموعة من الأسماء الحاضرة. الخامس لا 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 لا، طالت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تدخل يأتي من مسعود زراعي يبعد الكرة، والمحاولة الماضية إلى ركلة ركنية. لا زال حسن الهيدوس على مقاعد البدلاء، أحمد السيل، سالم الهاجري، أحمد بدر السيار، بالإضافة إلى حارس المرمى سعود الهاجري، كلها أسماء تتواجد على دكة البدلاء بالنسبة لنادي السد. بينما في الجانب المقابل لنادي العربي هنالك جاسر يحيى، أحمد النحوي، محمد عبد الله، وعلي محمد، وعبد الرحمن وليد منصور. كرة من ركلة ركنية تنفذ عن طريق اللاعب تشافي هرنانديز، يعود المحاولة في اللقطة الماضية في منطقة الجزاء. سوبر يا ولد، عالمي يا ولد، سوبر، هاتريك يأتي لبغداد منجح، هاتريك في الجولة الأولى، هاتريك في الجولة الثانية، والجولة القادمة السد راح يلعب مع مين؟ الله يعينك يا الجاي، الله يعينك يا الجاي. الجولة القادمة السد مع الغرافة، هاتريك في مباراتين متتاليتين. الله
الان يا بغداد. لا والله اللي انت فوق الزين، لا والله اللي انت فوق الزين. هاتريك في المباراة الاولى، اليوم هاتريك، 6 اهداف في مباراتين، 12 هدف في 5 مباريات. يا كبرها يا كبرها عند الله، 12 هدف في 5 مباريات على النادي العربي يا رجل، رقم يعني من وحي الخيال، رقم خيالي خيالي خيالي. 5-1 الآن تظهر، وهي النتيجة التي ظهرت في الموسم الماضي عندما نجح الهيدوس في ذلك اللقاء من تسجيل الهاتريك، وسجل تشافي أو عفوا اللاعب عبد الكريم حسن هدف، وبغداد بونجاح هدف، بينما هدف الوحيد اللي كان للنادي العربي كان عن طريق اللاعب البرازيلي جارديل. والحسابة بتحسب، والحسابة بتحسب، هنا يأتي الهدف في 5 الآن. تستمر الأمور، تستمر اذبحوني السنداوية، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، يعني ما شاء ما شاء ما شاء الله، ويعني اللهم لا حسن، الله يزيدكم يا أخي. نتمنى أن السد يواصل على هذا الرتم إن شاء الله إلى نهاية الدوري، يا رب ما ينزل الأداء، نتمنى بأن يستمر بهذا العطاء بهذه الكيفية، نتمنى بأن يسجل، نتمنى بأن يبقى في الفورمة ويستمر بنفس المنوال على المستوى الآسيوي أيضا. نتمنى ما ألف ما شاء الله، ألف ما شاء الله على السد وعلى السداوية وعلى جمهور السد وعلى 5 و5 يا رجل في عين اللي ما يصلي على النبي. اللهم صلي على محمد. كرة لمصلحة نادي السد من جديد، محاولة تأتي الآن عن طريق اللاعب بوعلام، يلعب الكرة، وصلت إلى الأسباني جابي، تعود في الجهة اليمنى، التقدم من عبد الكريم أو عن طريق حامد إسماعيل، عبد الكريم في اليسار، حامد في اليمين، إلى تشافي، إلى محاولة ملعوبة الآن، وصلت عن طريق اللاعب إبراهيم ماجد، تمريرات متبادلة، حضور رائع جدا من خلال مواجهة اليوم، بانت الأمور والفوارق ما بين الفريقين مع تقدم دقائق اللقاء والجاهزية الكبيرة بالنسبة لفريق نادي السد على حساب فريق النادي العربي. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، الوضعية لا زالت مستمرة، السيطرة لا زالت قائمة، الأمور هنا في هذه المواجهة وخماسية إلى الآن، خماسية إلى الآن من خلال أحداث هذا اللقاء. كرة تصل في منتصف في ملعب المباراة، محاولة تأتي في اللقطة الماضية السداوية، الضغط يستمر، يعني النجاعة لا زالت مستمرة، الرغبة لا زالت مستمرة، هدف يتقدم من أجل الثاني، سجل الثاني يطمع في الثالث، سجل الثالث فكر في الرابع، سجل الرابع في بال الخامس، سجل الخامس يهجم من أجل السادس. هكذا هكذا يجب أن تكون بالنسبة للفرق الكبيرة الأمور الحاضرة، ويستغل يستغل الوضع، لأن هذه حالة بالنسبة للنادي العربي فيها ما فيها، لذلك السد قاعد يستغل وضعية العربي صح، يستغلها بالشكل الصحيح، وكان الله في عون العرباوية، كان الله في عون العرباوية. جوزفالدو فريرا لم يخسر أبدا ضد النادي العربي خلال المواجهات السابقة التي جمعت في بطولة الدوري، والحديث عن 6 مواجهات كلها انتهت بالانتصار باستثناء لقاء واحد كان بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين قبل 3 مواسم، وفي الموسم الأول للمدرب جوزفالدو فيريرا، مباراة فاز فيها أو تعادل فيها الفريقين 2-2، باولينيو سجل في ذلك اللقاء 2، وكيمبو إيكوكو أو كيمو هو من سجل للنادي السد، عبد الكريم حسن، وبعد ذلك موريكي البرازيلي عادل في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء، من ركلة جزاء إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة الآن تصل إلى أن تكون برمية التماس، هذه الجماهير السداوية في المدرجات، ولها الحق في أن تفخر بذلك، لها الحق في أن تفخر بذلك، تشجع بالطريقة التي تريد وبالكيفية التي تريد وتتغنى بفريقها كيفما تشاء. الآن السد في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف، باقي جولة قبل التوقف وقبل العيد، كل عام وأنتم بخير، وهذه أجمل عيدية، لا
لكن العيدية الأكبر بالنسبة للسداوية هي مواجهة الخرافة في الجولة القادمة بحول الله يوم السبت القادم أو يوم الأحد القادم. الأمور في غاية الروعة حقيقة نقولها. والشمس ما تغطى بغربال، نور الشمس ما تقدر تحجبه. اللي يشوف كرة القدم في قطر يدرك مدى الاحترافية التي يعمل بها نادي السد وإدارته. هذا السادس، لا هذه فيها صافرة موجودة وقتها. يدرك مدى الاحترافية التي يعمل بها نادي السد، تقديم الطقم بطريقة احترافية رائعة جدا، تغطية المعسكرات من مصورين مميزين، مونتاج فيديو، الأخبار، الإعلاميين المختصين المسؤولين في نادي السد حقيقة يتعاملون بطريقة احترافية بطريقة رائعة جدا. يا رجل أنت ترتاح نفسيا وانت تتعامل مع السد وإدارته. على المستوى الإداري كل شيء مميز، كل شيء مميز. كما ذكرت شاهدنا كيف كانت طريقة تقديم الطاقم نادي السد، الطاقم مميز، تصميمه رائع جدا، مو من جو سبورت ولا من الركن الرياضي ولا من ما ادري وين يروح ياخذ له تيشيرت ويجي يحط عليه شعار النادي وانتهى. لا، كل شيء له دراسة، وبالتالي للسداوية الحق في ان يفخروا بناديهم حقيقة. يجب ان يتعلم الكل، لا يمنع يا اخي في الأندية الاخرى ولن اسمي احد، لا يمنع انك تتعلم من إدارة نادي السد الشغل الصح والطريقة الاحترافية الصح في جميع المسائل، غير ال11 لاعب وغيرهم اللي موجودين في الملعب. لا، اتحدث عن امور خارج اداريه. نعود الى اجواء المواجهه، نعود الى اجواء الديربي، نعود الى الانتصار الكبير المسجل الى الان لنادي السد. المحاوله تصل اماميه الان في داخل منطقه الجزاء، لا زالت مستمره والكره بعد ذلك الى منطقه الجزاء، والمحاوله الى خارج ارضيه الملعب تصل الى ان تكون حاضره بركله مرمى، ركله مرمى. ركله مرمى. لمصلحة النادي العربي عن طريق حارس المرمى مسعود سراعي. هذا المدرب الأوكرواتي لوكا بونانيتش، مدرب النادي العربي في مباراة اليوم. الوضعية صعبة جدا بالنسبة لهذا المدرب وبالنسبة لجماهيره حقيقة. يعني إدارة النادي العربي اقتنعت في لوكا بونانيتش واستمر مع الفريق. بالمناسبة يعني تخيل كم عدد الأندية اللي دربها بونانيتش. بونانيتش بدأ التدريب في عام 1988، يعني اليوم كم سنة صار لنا؟ 30 سنة. من عام 1988 30 سنة. تخيل كم عدد الأندية اللي دربها لوكا بونانيتش؟ كم؟ أكثر من 27 نادي، أكثر من 27 نادي. درب في كرواتيا، ودرب في سلوفينيا، ودرب في ألبانيا، ودرب في الإمارات، ودرب في 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 إيران. في إيران خد جولة على 5-6 أندية. لا يستمر مع النادي الواحد لأكثر من موسم، وأحيانا في الموسم الواحد يدرب ناديين وثلاثة. لوكا بونانيتش مع الشحانية استمر موسمين، ومع سبهان أصفهان الإيراني استمر موسمين، واليوم مع النادي العربي يستمر لمدة موسمين. هذه الأندية فقط اللي دربها واستمر معاها لموسمين. أكثر من 27 نادي دربها المدرب الكرواتي لوكا بونانيتش. كيف اقتنعت إدارة النادي العربي بهذا المدرب واستمر مع الفريق من خلال هذا الموسم للموسم الثاني على التوالي؟ عموما تأتي الأمور الآن
لمصلحة نادي السد، لأن لو تحدثنا عن العربي ما راح نخلص، ما راح نخلص. فناخذ الجانب الإيجابي في مباراة الديربي ونتحدث عنه. هذا الجانب الإيجابي، الجانب الأبيض اللي نور في مباراة الديربي. كرة رأسية تعود بعد ذلك لمصلحة النادي العربي في منتصف في ملعب المباراة. فهد خلفان، المحاولة والكرة تصل لمصلحة نادي السد بكرة، أو لمصلحة النادي العربي في دائرة المنتصف. محاولة المرور والتقدم والمحاولة في الجهة اليمنى لمصلحة النادي العربي. ربع ساعة مرت على بداية شوط المباراة الثاني. أمامية الآن محمد صلاح الني، طالت الكرة، طالت الكرة في اللقطة الماضية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس مشعل برشم. ركلة مرمى عند مشعل برشم، هذه اللقطة والكرة الماضية والتدخل اللي كان موجود. كرة تبعد، 64% نسبة الاستحواذ التي يمتلك من خلالها السد الأفضلية في شوط المباراة أو في المباراة بالمجمل العام. محاولة في الجهات اليمنى الآن، التقدم يأتي، التوغل إلى منطقة الجزاء، العرضية السادس. قلت لكم سوبر 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 سوبر، يسجل، يضع الهدف السادس والرابع شخصيا. سوبر هاتريك لبغداد بنجاح، الهدف السابع في هذا الموسم، الهدف السابع في هذا الموسم. يا الله، بغداد يقدر يريح من اليوم لنهاية القسم الأول، راح يكون في صدارة الهدافين صدقوني. استثنى يوسف العربي وبغداد راح ينهي القسم الأول من مباراة اليوم في صدارة الهدافين. الله يا أكرم، الله يا أكرم. أسيست آخر يأتي من أكرم عفيف، والكرة بعد ذلك في المرمى، والوضعية بهدف سادس من خلال اللقطة الماضية. يسجل ويضع الكرة في المرمى بغداد، إلا هو أبو النجاح. بغداد بنجاح، لا والله إلا هو أبو النجاح، أبو النجاح. يسجل، يواصل أرقامه المتميزة وحضوره الكبير، وهذا كله، هذا كله أبو فهد برا. حسن الهيدوس الآن يدخل إلى أرضية الميدان ليشكل التبديل الثالث والأخير بالنسبة للمدرب جوزفالدو فيريرا. 6-1 6-1. حقيقة حقيقة لم أضع بعين الاعتبار هذه النتيجة، لذلك لا أتذكر ولم أسجل متى آخر مرة ظهرت فيها نتيجة 6-1 في تاريخ لقاءات الفريقين، لكن هي على أقل تقدير لم تكن خلال السنوات العشر الماضية حسب آخر الإحصائيات المتوفرة. 6-1 6-1. الموسم الماضي 8 أهداف في مباراتين، الموسم قبل الماضي 10 أهداف في مباراتين، الموسم هذا 6 أهداف إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن. أوه. هذه السبعة، والسبعة ندري عنها، ندري عنها، مش ممكن. لا 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 لا. ألف بسم الله عليك، ألف ما شاء الله عليك. 5 وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي، هدف خامس عن طريق بغداد، 7 لمصلحة الزعيم. مباراة لن تبرح ذاكرة بنجاح، وكذلك بالنسبة لعبدي لن تبرح ذاكرة مصطفى عبدي. لا لا، 7 ندري متى، 7 ندري متى، 7 في الموسم قبل الماضي، والسبعة اللي كانت في زمن تونوريو في موسم 2003 أعتقد، وتتكرر اليوم، لكن هذه المرة بخماسية. 14 هدف في 5 مباريات. يا الله يا الله، هذه أندية ما تسجلها، أندية ما تسجلها. لكم بغداد يريح بعد مباراة اليوم إلى نهاية القسم الأول، صدقني ما حد راح يلحق. 8 أهداف في بطولة الدوري إلى الآن من مباراتين، 8 من مباراتين.
ترفع المعدل والحصيلة إلى رقم خرافي حقيقة بالنسبة لبغداد نجاح حسب آخر الأرقام، فأنه الآن يصل إلى حاجز 78 هدف في مباراة رقم 59. لوكا بونانيتش ما يستمر في نادي موسم واحد بس مع العربي، والشحانية استمر معاهم موسمين، كل الأندية اللي دربها في وسبهان في إيران، سبهان في إيران، تخيل مدرب يدرب 28-29 نادي في 30 سنة، يعني كل سنة في مكان ما يثبت. لماذا؟ لماذا؟ سؤال إلى إدارة النادي العرب، لماذا لم تتمسك الأندية السابقة للمدرب لوكا بوناتشيتش به لأكثر من موسم؟ لماذا تتم إقالته في الموسم مرة وأحياناً مرتين؟ لماذا لم يحقق الإنجاز في الأندية التي سبقت ودربها؟ لماذا؟ علامة استفهام، لماذا؟ ليش؟ ليش؟ واي؟ بكل لغات العالم، ليش أنتم بالذات اقتنعتم به؟ سؤال إدارة النادي. هنا الهدف السابع بعد كرة في غاية الروعة جاءت عن طريق اللاعب أكرم عفيف، يضع الكرة في المرمى. أي والله، بعد نهاية شوط المباراة الأول، بعد نهاية شوط المباراة الأول جماهير العار للسد قالت هذا تسخين، هذا تسخين، لأننا نمتلك نووي خارج أرضية الميدان. وبعد دخول الثلاثي عبد الكريم حسن ودخول الكوري الجنوبي حسن الهيدوس اتضحت الفوارق وبشكل كبير جدا جدا جدا. درجة الحرارة خارج أرضية الملعب تصل إلى قرابة 40 درجة مئوية، بينما في أرضية الميدان 23 درجة مئوية، لربما كحال العربي وجماهيره، جماهيره هنالك في كل مكان، في المقاهي، في المطاعم، في الاستراحات، في القعدات، في الميالس، يغلون يغلون على العربي وجماهيره، والعربي على العربي وإدارته، والعربي ولعيبة العربي في أرضية الملعب في قمة البرود حقيقة. هذا ما شاهدنا، لا يوجد واحد في أرضية الملعب يدافع عن الشعار بالكيفية التي يجب أن يدافع عنها، مستحيل مستحيل، فنيا ما في أي شيء، ما في أي شيء يدعوك للتفاؤل للأسف الشديد، وهذه مشكلة العربي. فوز على الخور وبهدف مقابل لا شيء، بعد ما فاز التحيل ب6-0 اتضح لنا الإمكانيات التي يمتلكها نادي الخور. طارت إدارة النادي العربي بفريقها عنان السماء، أحد العرباوية في الإدارة يقول لي والله نطلع من المباريات الثلاث الأولى ب9 نقاط، تطلع ب9 أحمد ربك جت الثلاثة أنت بس. كرة تصل إلى منتصف في ملعب المباراة، أنا ما أدري ليش يعني قلت لنا تحدث عن العربي، لأن الحديث عن العربي حقيقة حقيقة يعني يجيب المرارة، لذلك نترك مرة أخرى العربي على جنب، وندعو الكل حقيقة إلى أن يتكاتف من أجل أن يعود هذا الكيان إلى ما اعتدنا عليه، يعود النادي العربي إلى ما اعتدنا، إلى العربي اللي نعرفه حقيقة، اللي يشوف نفسه غير قادر على قيادة النادي العربي يتنحى. لاعبا كنت، إداريا، مدربا في على مستوى الإدارة أو غيرها، تشوف نفسك غير قادر، اترك المجال لغيرك، اترك المجال لغيرك، لأن هذا الصرح، هذا الصرح صعب جدا أن يستمر بهذا الحال. وجماهير أيضا، حرام اللي قاعد يصير فيه، حرام اللي قاعد يصير فيه، عذرا لكن هذه المرة لجماهير السد أنني تركت المجال للحديث بشكل أكبر خارج نطاق المباراة. فريقكم الزين اللي موجود في أرضية الملعب نعود إليه الآن. جاسر يحيى أحد الأسماء التي مثلت الفريقين تاريخيا، يدخل الآن إلى أرضية الملعب بديلا لمحمد سالم المال الذي يترك أرضية الميدان، وفي الدقيقة رقم 70 هنا من عمر هذه المباراة، 20 دقيقة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. والأمور مشاهدينا متابعي قنوات الكاس في كل مكان ب7 أهداف مقابل هدف واحد في هذا اللقاء، ومن خلال أحداث مباراة الديربي في مواجهة السد.
والعربي. كرة في الجهة اليسرى، محاولة تعود للنادي العربي، محاولة تقدم الآن، فرصة لهدف آخر. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا أبعدت بتدخل يأتي من أبو علام، وصلت في الجانب المقابل إلى محاولة عند تشافي، يلعب الكرة أمامية والتقدم يأتي بشكل رائع من حسن، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد. تعود المحاولة من جديد. الموسم قبل الماضي بنجاح سجل أيضا سوبر هاتريك، أحدها كان من ركلة جزاء. الموسم هذا بنجاح شنو سوبر هاتريك؟ شنو يسمون الخمسة؟ خمسة شنو؟ ميجا هاتريك؟ ما أدري والله شنو يسمون الخمسة. هذا السادس، هذا السادس. أنا أفكر بماذا يمكن أن يطلق على من يسجل خمسة. الآن ما الذي ممكن أن نطلقه على من يسجل ستة في مباراة واحدة؟ دوختنا يا بغداد، عذبتنا يا بغداد، لعوزتنا يا بغداد، بهدلتنا يا بغداد. هذا لسان حال العرباوية. هنا مرة أخرى الصناعة من أكرم عفيف. الله 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 الله، بغداد وجد الممول الحقيقي، وجد الممول الحقيقي اليوم. بالراحة بالراحة، أكرم صنع أربعة أهداف. أذكر مباراة في الموسم الماضي للاعب إسماعيل محمد، صنع من خلالها خمسة أهداف ربما ليوسف العربي ونام تاهي ويوسف المساكني. نسأل الله العلي القدير أن يشفيه وأن يعود قويا كما عهدناه. إسماعيل رسالة، رسالة، وأنا أعرف وأدرك لأن إسماعيل يتابع. جاء الحديث عن إسماعيل في ذكرى الهاتريك أو العفو الأسيست، خمسة أسيست في الموسم الماضي. إسماعيل رسالة لك أنت شخصيا، نعلم تماما بحبك وشغفك وتطلعك لارتداء قميص الحيل ولارتداء قميص العنابي، ونعلم الشغف اللي موجود عندك لممارسة كرة القدم. أنت مبدع، أنت رائع، أنت لاعب كبير، أنت لاعب تستحق أن تلعب في أكبر الأندية محليا وحتى قاريا. أنت قادر على العودة بحول الله. الإصابة لن تكسر إسماعيل، هي كسرت قدمك، لكن لن تكسر عزيمتك، لن تكسر إصرارك، لن تكسر حبك. الإصابة ستعود بك مرة أخرى ولو طالت المدة، ستعود بك مرة أخرى إلى الملاعب. كن قويا كما عهدناك، كن قويا كما شاهدناك، عائدا بحول الله، بحول الله، بألف صحة وسلامة خلال فترة أو أقرب فترة ممكنة من أجل ممارسة كرة القدم، الشيء اللي أنت تحبه واللي إحنا حبيناك منه، اللي إحنا حبيناك منه. وانت شفت مدى الحب من قطر وكل أهل قطر لك بعد تعرضك للإصابة. عد من أجلك، من أجل ناديك، من أجل العنابي ومن أجلنا، لأننا نحبك يا إسماعيل. أتمنى أن تصل وندرك بأنها ستصل بحول الله. إسماعيل في الموسم الماضي خمسة أسست في مباراة واحدة. اليوم أنا لا أعلم ما هي الإحصائية الكاملة، لكن على الأقل هنالك أربعة صناعات. وتخيل هذا كله في وجود تشافي. أكرم يسوي هذا كله وتشافي موجود، لكن بغداد اليوم حكاية، بغداد اليوم حكاية. وأجملها من حكاية، ما أجملها من حكاية سداسية. يا الله، لا أتذكر تاريخيا، لا أتذكر لاعب سجل ستة أهداف في مباراة واحدة في بطولة الدوري، لا أتذكر تاريخيا لاعب فعل ذلك. بغداد سجل خمسة في مباراة واحدة، تينوريو سجل خمسة في مباراة واحدة، فيليب البرازيلي أندرسون خمسة في كلهم ضد العربي السالفة، خمسة في مباراة واحدة. لا تذكر لاعب سجل ستة في مباراة واحدة. خلاص 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 يا سداوي، خلاص بالله أسألك، أسألك يا سد اللي في الملعب، أنتوا اللي في الملعب، أسألكم بالله ما في قلبكم رحمة؟ خلاص ارحموا عزيزة قوم ذل. هذه المحاولات 15 محاولة للسد، 9 منها على المرمى،
سجل 8 أهداف، أي كلما وصلت الكرة وصلت إلى المرمى، كلما سدد السد على المرمى سجل هدف، 8 من أصل 9 تسديدات. كرة لمصلحة نادي السد، وصلت عن طريق اللاعب أكرم عفيف، محاولة تقدم لكن أيضا صافرة موجودة وخطأ لمصلحة أكرم. الآن هذه اللقطة وهنا التدخل في الكرة الماضية، كل اللي سجل 5 ميجا هاتريك، اللي سجل 6 ما ندري والله، دبل سوبر هات او دبل هاتريك، دبل هاتريك داند. كرة في منتصف في ملعب المباراة، محاولة في الجهات اليسرى الآن، لمصلحة الزعيم في منتصف في ملعب المباراة. هنا المحاولة تأتي الآن أمامية ملعوبة، الكرة واللقطة الماضية تصل في الجهات اليمنى، التقدم لا زال مستمر، لا زال حاضر، والرغبة لا زالت أكبر بالنسبة لنادي السد من أجل تسجيل هدف آخر في الجانب المقابل. التقدم من أحمد فتحي في الجانب الأيسر، كرة إلى خارج أرضية الميدان. الآن المحاولة تصل إلى ركلة أو إلى رمي التماس، نلعب في الدقائق 13 الأخيرة قبل نهاية أحداث هذه المواجهة. مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم، دوبل هاتريك صحيح، يعني حسب المعلومة التي وصلت دوبل هاتريك، هاتريك سوبر هاتريك ميجا هاتريك دوبل هاتريك، هدف آخر يا بغداد منجاح، وأنا ممكن أنزل أدافع خلاص، 7 ما ندري عنها، وصلنا لين 6، طلعنا مسمى للستة اللي هي دوبل هاتريك. كرة عند حارسي المرمى مسعود زراعي. الجولة القادمة العربي في مواجهة الإخريطيات يوم السبت القادم بحول الله 18 من هذا الشهر، ويوم الأحد السد راح يلعب مع الغرافة، وفي نفس اليوم أيضا هنالك لقاء آخر يجمع ما بين تحيل ونادي الريان في ختام مباريات الجولة القادمة من منافسات بطولة الدوري، الوضعية التي سيتوقف بعدها الدوري لمدة تقريبا 11 يوم على أن يعود مع بداية الشهر القادم جازة العيد وإعداد الفرق للمنافسة الآسيوية. كرة من خلالها محاولة في الجهات اليمنى، عرضية الآن على مشارف منطقة الجزاء، تغطية وإبعاد، خلص حارس المرمى مسعود زراعي من خلفان، إلى كرة تصل عن طريق اللاعب إبراهيم ماجد، محاولة في الجهات اليسرى، عن طريق إبراهيم وولفز الذئب في مدرجات ملعب المباراة أستاذ جاسم بن حمد، نادي السد الذي يستعد لاحتفالاته بحول الله في العام القادم. يكمل 50 عام منذ تأسيسه
في عام 1969. من أسس السد؟ مجموعة من الطلبة في المدرسة الثانوية كانوا متفوقين في كرة القدم. كان أكبرهم في ذلك التوقيت 17 سنا رفضوا الانضمام إلى الأندية الأخرى. لذلك جاء قرار تأسيس نادي السد. طلاب مدرسة متفوقين، دليل على فكر الشباب اللي موجود والمتجدد دائما وأبدا في نادي السد. العديد من اللاعبين والمؤيدين كانوا حاضرين. نادي تم تأسيسه في عام 1969 وفاز بأول ألقابه لبطولة الدوري في عام 72 بداية من الشيخ أحمد بن جاسم رئيسا للنادي، وصولا إلى عبد الله بن حمد العطية، الشيخ جاسم بن حمد بن جبر، إلى محمد بن مبارك العلي، إلى ناصر العلي، إلى محمد بن خليفة الثاني، رؤساء النادي السد الذين استمروا خلال السنوات الماضية وكلهم كانوا شهداء على إنجازات كبيرة كانت حاضرة. بطلا لبطولة الدوري في 13 مرة كرقم قياسي، 16 مرة بطلا لكأس الأمير كرقم قياسي، بطلا لكأس ولي العهد في 6 مرات كرقم قياسي، بطلا لمسابقة كأس الشيخ جاسم أو السوبر 14 مرة كرقم قياسي، بطل دوري أبطال آسيا مرتين. لا يمكن لأي نادي عربي آخر أن يتفوق على السد في هذا الرقم. بطلا لبطولة الأندية العربية، بطلا لبطولة الأندية الآسيوية، بطلا للعديد من الإنجازات والأرقام، ثالث العالم. يا الله يا الله، هكذا هي البداية من 69 وصولا إلى يومنا هذا. وفي كل مرة هنالك حكاية جميلة للسد جمهوره ومؤيديه ومحبيه ومساندين ومشجعين في كل مكان. يوم هذه الحكاية الأجمل إلى الآن، 8 أهداف في الديربي. محاولة من كرة مرتدة الآن لمصلحة النادي العربي، تصل عن طريق اللاعب فهد خلفان، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد الكرة والمحاولة الماضية، ويحصل من خلالها فهد على ركلة ركنية تأتي على يمين حارسي المرمى الحارس مشعل برشم. كرة إلى خارج أرضية الملعب الآن، ركلة ركنية. 8 دقائق متبقية في هذا اللقاء، ومن خلال أحداث شوط المباراة الثاني 6 ركنيات إلى الآن في المواجهة، 4 منها جاءت لمصلحة نادي العربي مقابل ركنيتين فقط لنادي السد. كرة تصل إلى مصطفى عبدي، محمد صلاح، فهد خلفان، حسن الهيدوس، يلعب كرة في الجهة اليمنى، تصل عن طريق اللاعب أكرم عفيف، صفرة موجودة وخطأ من عبد الرحمن الجاسم لمصلحة دييغو جارديل. ما ادري كان في شيء خطا في تيشيرت حسن، ما ادري، ما يبين بشكل او باخر من كابينة التعليق. كرة الى خارج ارضية الملعب، رمية التماس، جمهور السد في المدرج. وبأعلى صوت، بأعلى صوت، ويحق لهم، يحق لهم حقيقة. ما يحدث أمر ربما يكون معتاد مسألة الانتصار في المباريات، لكن ليس بهذه الكرة من أكرم عفيف. فرصة للهدف التاسع، فرصة للتاسع. أكرم الآن، أكرم يسجل، يسجل الآن أكرم، لا يحتفل. برافو 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 يا. هذا احترام للنادي، هذا احترام للنادي العربي
أكرم لا يحتفل بعد تسجيله الهدف التاسع ويكتفي ويتحدث بالإشارة إلى بغداد منجح. لكن شوف الصناعة في اللقطة الماضية، شوف الصناعة في اللقطة الماضية، ومسعود يأتي الهدف التاسع، يأتي الهدف التاسع. خلاص كفاية، حرام حرام حرام. في اللقطة الماضية أكرم يسجل رابع أهدافه في بطولة الدوري في هذا الموسم، وبالتالي يصبح الآن ثاني هدافين الدوري، ثاني هدافين الدوري. 15 هدف للسد في مباراتين. يا الله يا الله، احنا وين احنا وين؟ اهوي صح صح، اي انت وياه، صح صح. يا غرافة، يا ريان، يا قطر، يا سلية، يا مصلال، يا أهلي، يا شحانية، يا خريطيات، يا تحيل، صح صحو صح صحو. شنو 15 هدف في مباراتين؟ أنا ما أدري ما هو الإجراء المناسب بعد مباراتين، حرام. أنا كرهت العربي في كرة القدم، كرهت الجماهير، كرهت الجماهير في كرة القدم. 9-1، لا فضيعة، وليست أي فضيعة، دي فضيعة بقلاقل، وقلاقل شوي عليها بعد. نلعب في الدقائق الأخيرة، محاولة في منتصف في ملعب المباراة للزعيم السداوي. تعود المحاولة في اللقطة الماضية، طلب بن محمد العطية كان هو أول رئيس للنادي، كان تصحيح للمعلومة. وفي فترة من الفترات أيضا حفظه الله أمير البلاد المفدى كان رئيسا لنادي السد. والكل كما ذكرت اعتاد على الإنجازات والأرقام والبطولات. فرصة الآن رأسية لكن في أحضان حارسي المرمى. مسعود زراعي، تعود المحاولة من جديد في منتصف في ملعب المباراة إلى الجهة اليمنى، تصل عن طريق اللاعب حسن الهيدوس، يلعبها إلى الإسباني تشافي في منطقة الجزاء. محاولة مرور وتقدم، كرة فيها تسديد، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم، نصل إلى الاختراع الجديد في عالم كرة القدم. ما الذي يمكن بأن نسميه 7 أهداف في مباراة واحدة؟ لا هي هاتريك ولا سوبر ولا ميجا ولا دوبل، ما الذي يمكن أن نطلق على لقب هدف بسبعة أو 7 أهداف في المباراة الواحدة؟ ما أدري أنا شو ممكن يسوي، ما شرق هاتريك للاعب بغداد منجح، هذا شرق هاتريك لبغداد منجح، 7 في مباراة واحدة، 10 في مباراتين، 16 هدف في 5 مباريات ضد النادي العربي. يا لها من أرقام، يا لها من أرقام، ويا لها من فضيحة كبرى في عالم كرة القدم. والله عيب عيب، عندما نتحدث غدا من يتحمل هذه المسؤولية؟ إدارة النادي، نعم، لاعبين النادي أيضا. ما كان في أي ردة فعل على ما يحدث في أرضية الملعب من مأزلة. يسجل السد الهدف العاشر. أنا يعني أنا لا أعلم كيف بالإمكان أن لعيبة العرب يطيقون أنفسهم في أرضية الملعب حقيقة. وأنا أدرك تماما بأن غدا الموضوع سينتهي، اليوم
نص لعيبتهم ممكن يروحون يفرششون ويعيشون حياتهم وينسون كل ما يمكن أن يحدث في المباراة. لذلك تنتهي الأمور الآن في هذا الديربي حقيقة. السد أنا احترام ديربي الدوحة، 10 أهداف مقابل هدف واحد، 7 منها كانت لبغداد نجاح، 2 سجلهما لاعب أكرم عفيف، لتصبح الأمور بعد هدف آخر جاء عن طريق الخطأ بنتيجة 10-1 صعبة مستحيلة مذلة. إلى اللقاء بأرضية الملعب مع الكابتن خالد سلمان ووسام رزق، تفضل إليكم الكلام. مباراة السد والعربي بنتيجة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لنادي السد، 10 أهداف مقابل هدف. نحب نذكركم بالأهداف 10. في البداية هدف عكسي من مصطفى عبدي، تقدم السد 1-0 دقيقة 14. الهدف الثاني أكرم عفيف بطريقة أكثر مميزة دقيقة 25. في ذاك الوقت كان تقليص الفارق بالنسبة للعربي دقيقة 34 عن طريق مصطفى عبدي. الهدف الثالث بالنسبة للسد عن طريق بغداد بنجاح بالدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء. طيب نرجع نكمل الأهداف، لكن خلنا نشوف نجم نجوم المباراة بغداد بنجاح مع بدهام. تفضل بدهام. مرحبا يا كابتن، قول مبروك للسد 10-1. اعتقد ان اليوم كان النجم الاول الكابتن بغدادي، وجايب الكره وياك. ليش بعد جايب الكره؟ معطينا هاتريك ولا ما اعرف شو يسمونه. بون الحمد لله اليوم مباراه كانت رائعه جدا، كنا جاهزين 100% من الدقيقه الاولى حتى اخر دقيقه. الحمد لله الفوز هذا مهم باش نزيدو نكملو في المشوار تاعنا ان شاء الله. مازلنا مباراة اخرى في الدوري نحضروا بها ان شاء الله الشامبيونز ليغ ان شاء الله. مع بداية الدوري العام 6 أهداف واليوم 10، اعتقد انها بصراحة يعني النفسية مفتوحة هذا الموسم. والله الحمد لله تشوف لاعبين مثل اكرم عفيف، انت لاعب شاب ومتعلق عنده مهارة كبيرة، حسن الهيدوس، غابي، شافي، عندنا لعيبه مهاريين. الحمد لله ان شاء الله نزيدوا مباريات باش نزيدوا ان شاء الله الانسجام
ان شاء الله المباراة الجاية نزيدوا نبينوا المستوى هذا ان شاء الله. بغدادي لا تقول لنا المباراة اليوم صعبة، لكن المباراة اليوم كانت سهلة شبه تقسيمة، تعتقد ان العربي كان في يومه ولا لا؟ الجول اللي جابوه علينا كنا 2-0، الجول الثالث هو اللي خلانا نرجعوا للشوط الثاني مرتاحية. الجول الثالث ضربة جزاء هي اللي خلتنا نرجعوا للشوط الثاني، لو رجعنا 2-1 كانت تختلف المباراة. توصية المدرب قبل المباراة وخاصة انه يتكلمون عنه هذا ديربي قطر. والله ديربي للأسف ان شاء الله نتمنى العربي السنة الجاية ولا في الماركات ان شاء الله جاي يجيبون لعيبة اكثر احسن مستوى ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا يا كابتن، وباخذ الكرتين معاه اليوم بغدادي ونقول لك مبروك اليوم جاب 7 اهداف. بصراحه يا كابتن انا ما اسمع صوتك عدل، لكن احنا بنروح حق الكابتن وسام وخالد سلمان. كابتن وسام عندك. شكرا 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 لك بدهام، بصراحه اليوم ابدع بغداد. نرجع نستكمل معاكم الاهداف. وصلنا الشوط الاول 3-1 كانت بالنسبه للنتيجه. الشوط الثاني استمر السيطرة السدوية وسجلوا 7 أهداف متتالية، يعني بغداد بنجاح 7 أهداف بصراحة شيء كبير. هني ركلة الجزاء اللي انتهى عليها الشوط الأول بالنتيجة 3-1 عن طريق بنجاح. بدأ الشوط الثاني واستمر سد في سيطرته وهجومه نقول الكاسح. دقيقة 47 هدف لبنجاح، عرضية مميزة من حامد إسماعيل برأسية جميلة من بكاح. الهدف الخامس أيضا عن طريق بنجاح. الهدف الخامس. كابتن خالد شو رأيك في التمريرة؟ أخي شافي معلم مهندس. بالضبط مهندس والصراحة هاي اللقطة اللي أنت بيها. إيه هذه الهدف السادس. هذه متعة كانت. هذه بناخذها احنا على جملة تكتيكية رائعة على من اعلى مستوى. الهدف السابع. لحظة لا يمكن يعني متابعة متميزة. اكرم عفيف اليوم بعد نجم. ايه اكرم اليوم اذا ما عمل 4 أسس على اهداف. الهدف الثامن. شوف اكرم سوى، خذ الكرة التمرير. يعني أكرم اليوم صراحة في الأسيست أكثر مميز وبنجاح. الأهداف اللي سجلها بنجاح من أكرم. صحيح. من أكرم. الهدف التاسع انفراد تام. لحظة. بالنسبة لأكرم. أكرم وين المدافعين؟ المدافعين مخلين حارس المرمى يضغط على حامد على الهجمة. الهدف العاشر من بنجاح. بعد الهدف كابتن خالد انا بتكلم معاك بجزئيه بسيطه. كل اريحيه ما في ضغط. 10-1 نتيجه غير منطقيه. يعني شوف لا ما في اليوم مباراه تنتهي ب 10-1. شوف خليني اقول لك شيء، ما في محب وعاشق لنادي السد الا يكون في قمه سعادته اليوم بهذا الفوز. لكن شيء محزن بالنسبه لنا وبالنسبه للعربي. لكن لا يمكن تقبل نادي كبير مثل نادي العربي أن يكون في هذه الحالة. صحيح. يجب أن تكون هناك وقفة سواء كان مجلس الإدارة من رئيس النادي أو من إدارة النادي أو محبين النادي العربي أو الجهاز الفني أو اللاعبين. حتى اللعيبة لازم تكون عندهم قيمة. لا يمكن أنك ترضى على نادي بقيمة نادي العربي يوصل لهالمرحلة في تقسيمة. في تقسيمة أنت ما تجيب 10. صحيح. في تقسيمة ما تجيبها 10 تسجلهم في مباراة أنت تتكلم عنها. إحنا قلنا أنت تتكلم عن مباراة ديربي. بالضبط. لا يمكن. هذه محاسبة يجب أن تكون فيها على جميع المستويات، تكون فيها محاسبة حتى تكون هناك في فريق يرتب بشكل جيد. صحيح. هذا اللي قاعد أشوفه صراحة لا يمكن شيء. شيء يعني محسن. أنا اليوم لازم أفرح. صحيح. لازم أفرح إن فريقي فايز بهذه النتيجة، ونتيجة تاريخية. ها صحيح. بتظل على نادي العربي نتيجة تاريخية، أكبر نتيجة سجلها على العربي 7، الآن 10 موجودة. لاعب يسجل 7 في مباراة. مباراة كارثية بالنسبة يعني للعربي. أنت 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 اليوم كمدرب أنا أتكلم، شفت الفريق أنت عندك مهزوز. أنا إيش أي مهاجم أحتاجه في الأمام؟ أنا أجلس أعمل لي ترسانة دفاعية. صحيح. ورا. أتفق معك. يعني فالنتيجة العربي وين بيوصل؟ يعني أنت العشرة هذه وين بتقدر شو تصلح؟ الحالة المعنوية حق الفريق. أنا لا شفت.
تنظيم دفاعي بشكل جيد ما شفته، تنظيم هجومي ما شفته بشكل جيد، تغييرات ما فيها اي اضافه موجوده بالنسبه لك، محترفين ما شفتهم في ارض الملعب صراحه، محترفين ما شفت ولا لعيبه مواطنين عندهم قيره على اللبسه الحمراء اللي هي نادي العربي موجودين في ارض الملعب. الدقيقه 6 الدقيقه 66 يا 62 68 العربي قاعد يمشي في ارض الملعب ما في ردة فعل ابدا، يمشي السد يستلم الكره، السد لو حب يضيف النتيجه هذه تنضاف ازيد، بس بالنسبه له يعني السد لما وصل للنتيجة هذه النتيجة اللي وصلت لو كان حب أن يضيف عليها كان بإمكانه أن يضيف. كابتن خالد خلنا نشوف الهدف الثامن بالنسبة لبغداد بنجاح، نقول كوبي بيست نفس هدف الإجابة على الخرطيات. نعم هاي الهدف ضد العربي. شوف على فكرة أكرم عفيف اليوم اللاعب اللي دائماً ما تكون من عنده اللمسة الأخيرة للهدف حق بنجاح من عنده هو، الدليل على هذا اليوم 5 أسس حق بنجاح بالضبط. ومسجل هدفين ها؟ مسجل يعني النتيجة بشكل عام اليوم اتكلم على أكرم في كل شيء اليوم، في بناء الهجمة السريعة موجودة، في الحلول الفردية موجودة، في الأسس موجود، في التهديف موجود. أنا يمكن قلت هذا اللاعب للموسم الحالي راح يكون رقم صعب جدا بالنسبه لنادي السد. يعني نقول حسن، نقول تشافي، نقول بغداد، لكن اليوم اكرم صراحه نجم نجوم السد وهو مفتاح مميز بالنسبه وسام للسد. وسام النتيجه وصلت الى 7 صحيح 6 تقريبا لما نزل حسن ليدوس صحيح، يفترض 6-7 هاي نتيجه يعني خلاص راضيتني انا كجهاز فني. انت عارف لما نزل حسن ليدوس نزل مكان من؟ مكان حامد اسماعيل. حامد صح، وغير يعني طريقة ثلاثه يعني يبي يهاجم، لعب 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 الثلاثه مدافعين على خط واحد وقال حق حسن ليدوس حرية التحرك، اعطى الحريه المطلقه في الجهه اليمنى. خلينا نشوف الهدف الخامس اللي ونحلله عن طريق الكابتن خالد. هاي الهدف الخامس، شوف شلون انضرب الدفاع، شوف شلون في مساحات. نعم اول شيء خليني اقول عن المهندس الموجود بالنسبه لشافي في التمرير، وخليني اقول الصراحه عن اللاعب اللي عمل التوازن. لاحظ التمريره بالمقاس ها بالضبط، التمريره بالمقاس، الرفعه بالمقاس موجوده. شوف الان واحد ضد 5 لاعبين وياخذها. ايه شوف انت ما في رقابه يعني لا يمكن رقابه مش موجوده. شوف لا الرقابه كانت من يعقوب مع بنجاح لا يمكن. هاي مره ثانيه يعني أوضح. يعني شوف الانتشار الموجود بالنسبه للسد، انتشار منطقي موجود في وسط الملعب، الجري بالكوره وبدون كوره بشكل جيد. لاحظ الان التمرير وبعدها بتطالع الجريه اللي عملها اكرم، والتمرير بالمقاس والرفعه في المكان حامل المناسب بالنسبة لبنجاح من دون أي تغطية. السد تميز بهذه بالضبط. السد تميز بهذه الأهداف بتسجيله، وبعد ترى مصطفى عبدي موجود في الزاوية في اللعبة هذه اللي اليوم مصطفى مش يعني محظوظ مصطفى الصراحة. اليوم مو ماشي وياه بما أنه سجل هدف يعطيه العافية، لكن الصراحة معاناة صح. أنا أقولها بالنسبة لتحملها دفاع العربي الصراحة معاناة. حارس المرمى الصراحة ما عرف حتى شيء ايش يخطي بالنسبه للاخطاء يعني الدفاعيه. لا لا لا, لا لا مسعود ما يلام الكره، الهدف الاخير لاعبين من المدافعين يعني جالسين براحته بغداد يعني كنترول يعني يسدد. يا ليت نشوف الهدف، نشوف الحين الهدف السادس اللي انت قلت احلى جمله تكتيكيه بالنسبه لنادي السد. جمله صحيح، خلينا نشوف الهدف السادس بالنسبه لبنجاح. تفنن في 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 الان شوف كابتن كانت كورنر. نعم الان لعبه بالمقاس حق بنجاح. شافي 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 ممرر خطير، وهذا المهاجم الصراحة جلاد بدرجة كبيرة من المهاجمين، هاي من المهاجمين النوادر. هذا اللاعب بالإمكانيات الموجودة عنده أوروبا تقول له موس ويلكم، هو مطلوب في ناربخشة. قلت لك أوروبا تقول له موس ويلكم، هذا اللاعب يمتلك كل الإمكانيات الموجودة. شفنا بغداد بس نبي في الآسيوية بس احنا نبي يعني بنجاح اليوم تبيه موجود عندك، تبيه في المباريات المهمة اللي يخلصك. هاي الهدف العاشر اللي تتكلم عنه، هذا الهدف العاشر الأخير. أنا بغيت والله أنا لأني ضعت، أنا بغيت الهدف التاسع اللي طلع فيها مسعود اللي أكرم من عند أكرم الكورة. أوكي الهدف التاسع لو سمحت شباب،
بس علق لنا على يعني العاشر. يعني حتى هذا الهدف لا توجد اي تقطيع، مثلا اكرم متى عدى بجهه اليمين مرر الكره بنجاح ما في تقطيع داخل السته يسوي كنترول بكل اريحيه ويحط ومدافعين يتفرجون عليه وياخذ مثل ما تفضل كنترول ويحطها في الزاويه اللي يبيها ويسجلها. انت الان بتطالع هدف، شوف الان هذا بنجاح ما في اي تقطيع، الجميع يتفرج عليه ويطالع ويطلعونه يستلم كنترول ويحط الكره. يا أخي لا يمكن، يعني حتى إذا كان المدرب ما عمل منهجية في خط الدفاع أو تنظيم في خط الدفاع بشكل جيد، إحنا كخبرة لعيبة، أنت تتكلم على لاعب محترف اللي هو أحمد إبراهيم قلب الدفاع، مصطفى لاعب دولي، مصطفى نجم كبير الصراحة ويقرأ اللعب بشكل جيد، خماسي المدافعين ما عندهم أي، يعني سجل الهدف الأول اللي وصلت الستة وأنت معارف توقف هذا اللاعب اللي قدامك، لا يمكن. الهدف التاسع، شوف الآن استخلاص الكرة، شوف السد الآن كيف يبني الهجمة في بناء الهجمة المرتدة. نوقف اللقطة، بس أنا أبي أقول نقطة واحدة أول شيء أتكلم فيها. نرجع من البداية يعني نرجع من البداية يوم الكرة عند حسن الهيدوس. أنا قلب الدفاع اللي هو مصطفى عبدي، لا بعد نرجع الله يخليك من بعد يوم ما قطع الكرة حسن الهيدوس. الوقت مداهمنا، لكن معليش في بعض الأحيان نبي نتكلم يعني الآن الهيدوس قطع الكرة، بيقطع الكرة، شوف التنظيم الآن، أوكي لعبة الكرة الآن، خلنا نشوف الكرة، وقف اللقطة الآن. بس ستوب. شوف التنظيم الآن، مصطفى عبدي وين واقف؟ صحيح. بعيد. المدافع الثاني اللي هو أحمد إبراهيم وين واقف؟ تغطية مش موجودة، يجب أن يكون مصطفى عبدي موجود مع أكرم في المساحة الموجودة هناك حتى ما يترك مساحة. في توازن. وسط يعني الملعب ما في توازن. حارس المرمى طلع. هو اللي طلع. لأن ما في حد، اللاعب بيجي ليل جول. صحيح. فطلع لي 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 لي. هاي هو الهدف. يغطي الخطأ الموجود. طبعًا. كشف لا حول ولا قوة، يعني الصراحة أنت عمل المدرب لوكا عمل زيادة عددية في الدفاع لكن من دون تنظيم صراحة، يعني من دون تنظيم في أرض الملعب. خلنا نتكلم ما حدث يعني. يعني لو نتكلم على العربي اليوم ما رح نعرف وين الخطأ، ما رح نعرف وين المشكلة، لكن خلنا نقول على الأداء والرقي بالنسبة لنادي السد من بداية المباراة لين آخر دقيقة في المباراة. شفنا الكرة السهلة الجدية، استخلاص الكرة، شفنا كل الجمل التكتيكية اليوم في المباراة. السد ملتزم من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة إلى نهاية المباراة، لهذا الأساس هو قاعد يسجل حتى في الدقائق الأخيرة بنفس المنهجية والتنظيم، بالإضافة زاد عليها في الشق الهجومي. أنا كنت أتوقع الصراحة في التغييرات اللي بتتم أنه ممكن يلعب السد بثلاثة في وسط الملعب ليروينا الرؤية اللي بتكون بيلعب في إيران. الحين نتكلم على النقطة، يعني بس خلنا نروح فاصل إعلان ونرجع كابتن خالد.